يا صباح الجمال والبهجة على بلدنا الحلوة. صباح الخير والسعادة والانبساط والأمل والعمل على كل أهل مصر في كل مكان. صباح الإشراق ولكل الناس المتفائلين اللي بيحبوا الصبح اللي بيصحوا بدري. أهلا بيكم في حلقة جديدة من هذا الصباح. يعني كالعادة مش عايزة أقول كلام متكرر، هيبقى معنا موضوعات كتير مختلفة، هنحاول بقدر الإمكان إن احنا ناخد أكبر عدد من الموضوعات المتنوعة اللي هتكون معانا النهاردة. كمان معانا فقرة مهمة بناء على طلب حضراتكم والناس اللي قالت لي أسماء ريت نهتم شويه يعني الجزء بتاع الفقرات المتعلقه بالخدمات او الفقرات الطبيه. فالنهارده ان شاء الله باذن الله كل اللي كانوا عايزين يبعتوا اسئله تتعلق بمرض السكر، خصوصا واحنا مع حمله كبيره جدا بتقوم بيها مصر لاول مره في تاريخ مصر، وهي مش حمله بس الكشف على فيروس سي 100 مليون صحه مبادره سيد الرئيس، ولكن احنا كمان بنتكلم على الامراض الغير ساريه ومنها مرض السكر اللي ناس كتير قوي بتكتشف. بالمناسبه ضمن الحمله بتاعت التحليل دي لسه كان في حد بيكلمني بيقول لي انه راح يعمل التحليل ضمن الحمله واكتشف انه عنده سكر، رغم انه كان بياكل عادي وماشي كل حاجه عادي وعمره ما اشتكى بأي حاجة ليها علاقة أو أي مؤشر تدي إن هو بس عنده السكر أو نسبة ارتفاع سكر عالية في الدم. إحنا كمان ما عندناش ثقافة، يعني عادة الناس بره كل 6 شهور مثلا، كل 7 شهور، كل سنة، كل سنتين يحب يروح يشيك كده، اللي هو بيعمل تشيك اب بيبص يطمن على كل حاجة، يعمل تحليل ويقيس الضغط والسكر ويعمل تحليل تتعلق بالفيروسات وكده. ده طبعا في مصر كان يعني ما نيجي نسمع عنه ان انت رايح تتاكد ان انت صحتك كويسه، يعني احنا متعودين ان احنا بنروح بس للدكتور لما لا قدر الله حد فينا بيحس ان هو تعبان، لكن انك مقدما تروح تعمل تحاليل لنفسك وتطمن على صحتك طبعا ده مش متاح. ولان ده كان غير متاح او الثقافه دي كانت غير وارده حتى في بعض الناس اللي هم ممكن يكونوا عندهم مستوى معيشي مرتفع شويه يعني يقدر يعمل الكلام ده، ما كانش بيعمل كده. والنتيجة ان احنا لما كان الوضع الصحي في مصر ضايع وبايظ شوية كان عندنا عدد كبير او اعداد مهولة من مرضى فيروس سي، كان عندنا انتشار جامد جدا للعدوى نتيجة ان في ناس ما تعرفش انها مصابة بالفيروس. مصر الحمد لله رب العالمين من 2014 او خلينا نقول بداية تنفيذ الخطة القومية للقضاء على مرض فيروس سي، وان احنا نوصل لان شاء الله باذن الله ل 2020 ونقول مصر خالية تماما من فيروس سي. عشان يحصل كده كان التوجه اللي بتقوم بيه الدولة ومبادرة الرئيس نعمل ايه عشان ما نكتشفش ان احنا عندنا ناس تعبانة بعد كده، ان احنا نروح نكشف على الناس، نروح نخبط على البيوت، ننزل القرى والمحافظات نعمل ده حملة مجانية عشان المصريين محدش فيهم يتكلف ولا مليم، ويبقى فيه مساواة ما بين الغني والفقير في كل حاجة. تطلع حملة تدخل المدارس كمان نكشف على الطلبة في المدارس، احنا بنتكلم على 100 مليون صحة، يعني كلنا كل مواطن مصري عنده رقم قومي هو شخص مستهدف من هذه الحملة، شخص لازم يروح يكشف. طيب ناس النهاردة اللي عايزة بعض النصايح للمتعلقة بمرض السكر هتنورنا في استوديو هذا الصباح بعد الساعة 9 إن شاء الله الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ أمراض الكبد والغدد الصماء بالقصر العيني، واللي هتكلم حضراتكم ورئيس هيئة الجمعية العربية لأمراض السكر، واللي هتكلمكم عن كل الأعراض اللي احنا ممكن ناخد بالنا منها. طبعا ده غير موضوع الحملة، اللي عايز يبتدي يسيب أسئلته من دلوقتي أو يكلمنا على التليفون أهلا وسهلا ينور. تعالوا نرجع بقى للتقدم، واحنا امبارح كنا بنتكلم على اهميه المنصات الرقميه بالنسبه لجيل الشباب او حتى المراهقين، او بنتكلم اهميه ما كانت الحكومه بالنسبه للقطاع الحكومي كله، واللي هتقدم خدمه لكل مواطن مش بس هتمس برضو قطاع محدد. انا هبدا كلامي مع حضراتكم، كنا بننوه عن افتتاح معرض القاهره الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دورته ال 22 بالامس، ودي مش المره الاولى اللي بيحرص فيها الرئيس على دعم كل ما يتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. طيب ليه بيحصل ده؟ لانه في توجه من الدوله ومن القياده السياسيه ده المستقبل اللي في كل لحظه بيتطور، وعشان احنا نتطور وعشان نحقق خطه تنميه مستدامه مصر بتسعى ليها في 2030 لازم ان احنا كمان نمشي مع او نواكب التطور اللي بيحصل، ده بيساهم في تغيير مسار دول كتير جدا. الحقيقه انه مصر بشكل عام
في السنوات الأخيرة بتعتمد بشكل أساسي على توطين التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية الشاملة في كل مكان. هذا يقولي طب يعني الكلام بس مش عايزين خلينا نرجع نتكلم بطريقتنا اللي احنا اتعودنا عليها دايما في هذا الصباح. يعني الرئيس بيأكد طول الوقت ان احنا قدام تحدي كبير وعندنا أزمة في المعلومات أو قواعد البيانات بشكل عام، غير التطور ومواكبة العصر والألعاب الإلكترونية والمنصات الرقمية اللي هي المستقبل رايح لها. ما بنقولش المنصات التقليدية خلاص، بنقول يعني عفى عليها الزمن، ولكن احنا لازم نواكب العصر ونواكب التغيير ده. لو وقفنا قدام كلمة الرئيس في افتتاح معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هلاقي كتير من الرسائل المهمة اللي بتأكد على المعنى ده. مش بس كده، الكلمة كان فيها توضيح توضيح للجهد اللي اتبذل في الإطار ده، باعتبار لما نيجي نبص لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عنصر مهم في دعم الخطط التنموية للدولة. يعني الدولة لما تيجي تشتغل على التنمية محتاجة تشتغل بلغة الأرقام والأعداد وتبعد عن الملفات والعنصر البشري والأخطاء، وزي ما قلت لكم فوت علينا بكرة يا سيد، وهكذا. إنك يبقى عندك اقتصاد تنافسي ومتنوع، وده عشان توجده لازم تكون بتعتمد على الابتكار والمعرفة حسب رؤية الرئيس. احنا معانا على التليفون الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. اهلا بحضرتك سيادة الوزير. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. اولا طبعا يعني بحيي لحضرتك او بحييك على يعني استمرار وانعقاد دوره هامه جدا، دوره 22 في معرض القاهره الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخصوصا يا فندم انه هذه الدوره يمكن احنا بنشوف فيها اشكال جديده او بتدخل مستقبل مصر نحو التنميه المستدامه او خطه مصر في التنميه وتحقيق اقتصاد يعني بشكل بيتنافس بشكل كبير جدا، والتطور الملحوظ في الالكترونيات المتكامله والمناطق الصناعيه. تمام يا فندم. الحقيقه الدوره لها اهميه خاصه وبعثت برسائل قوية ومهمة. يمكن أول هذه الرسائل زي ما سيادتك أشرتي هو تفضل السيد الرئيس بافتتاح المعرض هذا العام، نفس يعني التقليد الحميد الذي ينتهجه السيد الرئيس. والحقيقة هذا التقليد يبعث برسالة قوية لأهمية دور اتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التنمية الاقتصادية والمجتمعية. الرسالة الثانية أيضا اللي بعث بها المؤتمر في دورته 22 هي تنوع الشركات والجهات العارضة بين جهات حكومية، بين جهات شركات متعددة الجنسية ضخمة، شركات صغيرة، شركات مصرية، شركات من كافة دول العالم. هذا التنوع و الحقيقة يعكس أهمية السوق المصري وريادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في المنطقة والعالم. طب عفوا سيادة الوزير، مش بقطع كلام حضرتك بس تعقيبا على ما ذكرته، يعني احنا سمعنا ان هناك شركات يعني جديدة ما كانتش موجودة في السوق المصري من قبل انضمت لمصر هذا العام، وفي كتير منهم بيتطلع للاستثمار في المناطق الجديدة في مصر او المناطق كمان اللي بتتمتع بمناطق لوجستية يعني فيها وفر جيد من الطاقة. هل هذا صحيح؟ بالفعل يا فندم، انا شاهدت شركات لاول مره، التقيت بشركات اول مره من دول كثيره، وزي ما حضرتك تفضلتي كلها يعني تطلع للاستثمار والتوسع في السوق المصري لما له من اهميه وجاذبيه. تمام سيادة الوزير. يعني احنا ننتظر ايه بعد كده يا فندم؟ يعني او انه كتير جدا من الناس بيسعى انه هذا المجال، اعتقد انه هيبقى طبعا حل امثل لكل مشاكلنا، وفي نفس الوقت احنا لازم نواكب هذا التطور، وخصوصا انه الرئيس لم يكتفي بما تحقق في يعني هذا القطاع، ولسه مصر عندها امال وطموحات كثيرة جدا ان شاء الله باذن الله نقدر نحققها. الحمد لله، يعني ما تحقق جيد جدا ومهم، ولكن ما نتطلع اليه هو اهم واكبر واكثر. السيد الرئيس اصدر تكليفات جديده بالامس، كان يمكن في مطلعها
مبادره تدريب 10,000 شاب في خلال 3 سنوات على الالعاب، على خلق وبناء العاب رقميه. هذا الامر في منتهى الاهميه. الالعاب الرقميه سوق جاد، صناعه ضخمه قوامها اكثر من 20 مليار دولار في السنه، ومن ثم لابد من ان يكون لشبابنا نصيب في هذا السوق. لا يمكن ان ننافس في هذا السوق الا من خلال تدريب وبناء خبرات جاده وقويه ومتعدده، لانه سوق الالعاب الرقميه الحقيقه يتميز بمنافسه شديده جدا. طبعا. ايضا هذه المبادره الرئاسيه اقترنت بتشجيع 100 شركه صغيره وناشئه في مصر وافريقيا على العمل في هذا السوق. ايضا التدريبات التي سنعقدها ساقترن بها مسابقات لاختيار افضل الشركات وتشجيعها ببرامج حضانات و مسرعات اعمال ثم مشاركات ماديه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طب سياده الوزير، يعني سؤال اخير وهو ما يتعلق به، يعني بما ان احنا بنتكلم على انه مصر خلاص بتفتح ذراعيها امام هذا المجال، وهو خطوه مهمه جدا بتقوم بها مصر فيما يتعلق بالالعاب الرقميه، يعني فيما يتعلق ببعض التطبيقات واللي هي المتاحه او المفتوحه امام اي مستخدم بغض النظر عن الفئه العمريه، وهي بتمثل خطوره كبيره على الجيل الحالي، هل هيكون في تحرك من الوزاره ام ان احنا بالنسبه لنا انك نخلق البديل او يكون عندنا القدره التنافسيه لايجاد البديل؟ لابد ان نعمل على المحورين يا فندم، لابد ان نحاول ان نخلق البديل، ولابد من توعيه لما هو ضار. يعني الانترنت نشأ اي تكنولوجيا بها ما هو نافع وبها ما هو ضار، ولابد من التوعيه بهذا وذاك. تمام. أنا بشكر حضرتك جدا معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، شكرا لحضرتك. زي ما قلت لكم، الجميل بقى أن الرئيس ما اكتفاش باللي اتحقق في هذا القطاع، لكن إعلان رئيس الجمهورية عن إطلاق مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية، ده معلش بقى نحط 50 خط. أقول هذا المجال زي ما كان سيادة الوزير بيوضح مجال بيدر عائد بالمليارات. الفكره ان احنا ما كناش في مصر بنبتدي، يعني الفكره ان احنا ما كناش بنتحرك في اتجاه المجال ده، عشان كده احنا سيبنا ولادنا فريسه لكل ما ياتي من الخارج، بس لان احنا ما كانش عندنا البديل، في ظل ان احنا محتاجين رقابه وتوعيه والكلام الرائع الجميل اللي احنا دايما بنقوله، واكيد محتاجين ضوابط واكيد محتاجين كل ده، ولكن لا المنع هو اللي احنا محتاجين له، لان احنا في عالم مفتوح والناس هتوجد طريقه او باخرى، او الشباب او اللي في سن المراهقه او الاطفال حتى بطريقه او باخرى ان هم يتواصلوا مع هذا العالم الخارجي المفتوح قدامه، لكن ازمتنا كانت في ان احنا لا نصنع البديل. وده يرجعني كلامي اللي انا قلته شويه جزء امبارح. حلو قوي، خطوات سريعه جدا، ما زال اهتمامنا في الجزء المتعلق بالأطفال لم يظهر حتى الآن، أكيد هيستفيدوا من منصات الألعاب الرقمية اللي موجودة، أكيد ده هيحقق قدر كبير جدا من الاستفادة، لكن احنا لسه محتاجين خطوات نمشي بيها بشكل ثابت، لكن ان انت يبقى عندك رئيس الجمهورية شخصيا بيتولى ده، ان شاء الله هيتنفذ ويتحقق، وإن كانت بعض الخطوات جت متأخرة، لكن احنا بنتغير، العالم كله بيتغير وبيسابقنا. تعالوا نسمع هذا الجزء من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدورة 22. كما قدمت الدولة المصرية الدعم للعديد من المشروعات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع وريادة الأعمال لدى الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية، واستكمالا لتلك الجهود التي تهدف لإنشاء جيل جديد قادر على قيادة برامج التحول الرقمي وإدارة أنظمة العمل في البيئة الرقمية وتشجيع وتحفيز الإبداع التكنولوجي ليس فقط في مصر بل وفي القارة الإفريقية، التي نحرص على التعاون مع دولها الشقيقة ودعم جهود التنمية فيها، أعلن اليوم عن إطلاق مبادرة إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية، لتتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذها بالتعاون مع جهات الدولة المعنية
بهدف تنمية القدرات وتأهيل 10,000 شاب مصري وإفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وتحفيز تأسيس 100 شركة ناشئة مصرية وأفريقية في هذا المجال. 100 شركة إن شاء الله بإذن الله ناشئة في هذا المجال، سواء على مستوى مصر أو أفريقيا، لأنه مصر زي ما بتشيل على عاتقها التنمية اللي بتتعلق بيه طبعا على المستوى الداخلي، احنا كمان بنبص فيما يتعلق بالقارة الأفريقية وازاي يحصل تنمية في القارة الأفريقية ككل، خصوصا ان احنا يعني دايما احنا بنشوف قد ايه بيحصل تعاون مثلا من دول الاتحاد الأوروبي وبعضهم بعض، او القارات ازاي تتجمع يعني تبتدي تحقق المنافع والمصالح المشتركة. مصر دايما بتنظر ليها وللآخرين ولكل أشقائنا طبعا من العرب والأفارقة. نرجع ليه مشروع من المشروعات المهمة جدا اللي مرتبط بالحلول الهامة اللي بتتبعها الدولة للقضاء على مسألة الزيادة السكانية. بعض هذه الحلول ان انت يبقى عندك طفرة في المشروعات القومية، وانك تخلق تجمعات سكانية جديدة تقدر تستوعب الزيادة السكانية اللي موجودة عندك. عشان كده واحد يقول ايه لازمتها، ولاش ايه لازمة خالص، دايما بتضايق جدا يقول لك ايه لازمتها، يعني ايه لازمتها ده ما تبقاش عارف ترد عليه تقول له ايه. لا يا فندم، هي لازمتها بمنتهى البساطه ان انت بقى عندك حتى مراكز المحافظات في مصر حصل فيها تكدس سكاني رهيب جدا، فالتوزيع متوزع غلط، فاحنا بس بنصلح التوزيع. وده لما تيجي الدوله تقوم بمشروع فيحصل حقيقي بجد انجاز، لما تلاقي الانجازات دي بتحصل، مشروعات قوميه كبيره، مشروعات اسكان كبيره، امتداد للمحافظات، تلاقي دمياط الجديده وتلاقي الاسماعيليه الجديده وتلاقي سويس الجديده وتلاقي اسيوط الجديده وتلاقي سوهاج الجديده، تعمل امتداد عمراني لكل المحافظات، تستغل كل منطقه فيها ظهير صحراوي او كل محافظه في مصر وتبتدي تبني فيها تجمعات جديده. اولا انك بتقلل زياده السكانيه، ثانيا في مناطق حقيقه اتبنت جوه مصر ما ينفعش ان انت تقول هتطورها. هتطور ايه؟ ما فيش، ما اصلي لا بنيه تحتيه ولا اساسيه ولا اي حاجه. ففي طبعا مناطق الدوله بتشتغل على تطويرها، في مناطق جديده الدوله بتشتغل على انه نخلق مناطق جديده، فرص عمل، وفي نفس الوقت نقضي على التكدس اللي موجود. منهم بقى اللي حصل في مشروع مدينه المنصوره الجديده. تعالوا حضراتكم تتفرجوا عليه، عشان دايما الصوره بتكون أزدق أو معبرة أكتر. هذا المشروع اللي بيخدم شرائح كتير جدا من المصريين، وتعالوا نشوف كمان الخطوات اللي بتتم في مشروع مدينة المنصورة الجديدة.
طبعا جمال ما بعده جمال، واستغلال مساحه كبيره كانت موجوده. يعني المنظر والفيو، انا مش هتكلم، زي ما قلت لكم ان الصوره هي اللي بتبين اكتر. طيب اخد علي من القاهره. يا علي صباح الخير. صباح الصباح. صباح. جاي احلى من الراحه. يا رب يا استاذ علي، يا رب ان شاء الله. جاي احلى من الراحه بكتير. باذن الله باذن الله يا رب. امبارح واحد من الطابور الخامس اسمه الدكتور حسن، مفروض ما يكونش نافعة، مفروض اي حاجة تانية غير نافعة. احنا لسه عندنا طابور خامس بس ماشي اوكي. المهم المهم قال ان في مصر ثورة جياع هتحصل. احنا ما عندناش جياع. لا الحمد لله ما عندناش، كلنا بننام متعشيين. الحمد لله الحمد لله. احنا فيه ده مش جوع. الحمد لله. احنا مستحملين عشان مصر، عشان احنا عارفين انها هتنطلق قدام جدا ان شاء الله. يا رب هتبقى احلى بلد ان شاء الله. يا رب يا استاذ علي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك جدا، ويعني ارجوك ما يعني ما تبصش لكلام كتير. عادي هيفضلوا يقولوا طول الوقت كده يا جماعه، هم طول الوقت ما لهمش اي حاجه او شغالين في القنوات دي، ما عندهمش اي شيء يقدموه غير انه كل ما يشوفك بتعمل حاجه كويسه في البلد يروح جاي مطلع لك عليها مشكله. واحنا جبنا لكم على فكره اكتر من فيديو مره، وعرضنا لكم من الكاتب الا تلاقيه جايب اي اسمه ايه يا علي، احمد بتاع هولندا. احمد بتاع هولندا اللي هو يعني على طول راجل طول الوقت موجود عندهم في كل البرامج. او تلاقي يعني مصر بتمشي في اي حاجه يقول لك لا بس الصحه بايظه. يا فندم ده احنا بنعالج الناس من مرض فيروس سي واكبر مسحب في تاريخ البشريه. لا الصحه بايظه. انا ما بقولش ان الصحة مليون المية هايلة وفظيعة وان احنا طورنا كل مستشفيات مصر، بس انتوا يعني في اشكالية مهمة جدا يعني رهيبة، ان احنا ما قبل 5 سنين بس 5 سنين كنا في حال ما يعلم به الا ربنا. خرجنا كده يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني عالم بالحال وغني عن السؤال، عالم بالحال وغني عن السؤال. طب اخد مدام عايده ونفكر بعد كده بشويه كلام. مدام عايده صباح الخير. سلام صباح الفل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشتياكه والاخبار الجميله والانجازات الحلوه اللي بتطل بيها علينا كده. ربنا يخليك يا مدام عايده. انت جميله وجيب لنا الحاجات الجميله اللي بشكرك جدا، انتوا اجمل والله ودايما منورني. اتفضلي حضرتك. كذلك برضو يوم الاربعاء اللي فات حضرتك بالنسبه لكفل وكرامه حضرتك نطقتي اسمي عايده محمد من الاسامي اللي حضرتك قلتيها، بس انا جيت اتصل بحضرتك ما عرفش اعمل مداخله. معلش انا مش عارفه. انا اسفه يعني جدا يا مدام. طب هستاذن حضرتك ترجعي لزمايلي لان انا بصراحه مش قدامي الورقه اللي كانت جات لنا من وزاره التضامن الاجتماعي، فانا يعني معلش يا علي ممكن نساعد الحاجة عايده بعد اذنك ونشوفها. حاضر يا حاجه عايده عنينا. و انا بس بحاول يعني كنت بحاول وقتها اقول الاسماء، لكن انا بعتذر جدا يعني طبعا يعني ما بنساش. نرجع بس من 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 5 سنين فاتت، هل الناس كلها مبسوطه في مصر؟ اكيد لا. وعلى فكره كل عصر وكل سنه وكل طريقه وكل مشروع وكل حاجة هتلاقي في ناس بتبص له بملامحه الإيجابية الحلوة وناس تانية ممكن تعترض عليه. يعني عموما مش هتلاقوا الاتفاق اللي هو المية في المية، لكن خلينا نقول ان احنا في 2013 ما قبل 30/6/2013 كلنا اتفقنا مليون المية معظم المصريين اللي نزلوا واللي ما نزلوش على ان بلدنا بتضيع. يعني قبل ما اكمل كلامي حاجه عايده، حضرتك جالنا رد من وزاره التضامن الاجتماعي ان حضرتك ما سجلتيش في الوحده اللي حضرتك تابعه ليها، لو سمحتي انزلي سجلي. شكرا. فنيجي ناخد 2013 كده بمنتهى البساطه. طيب اخبار الامن والامان ايه اللي هو اهم حاجه في الدنيا؟ سيبكوا بقى من الاكل والشرب، وطبعا الاكل والشرب مهم جدا، وانا كتير دايما بقول الكلام ده، انا لو كلت لقمه عيش بجبنه هشبع يعني مش هموت من الجوع، يعني لو قعدت سنه ما اكلش فراخ ولحمه برضو مش هموت من الجوع، لكن لو عشت في بلد مش امان هموت اكيد يعني ان شاء الله كلنا هموت. لكن لما نيجي نبص لمصر
كانت عاملة ازاي؟ نظام اخواني مسيطر، مكتب الارشاد موجود، احتياطي نقدي مفيش، ديون، ازمات بترول وطاقة، ادوية مفيش لان الدولار اصلا كان بسعر في الشارع وفي البنوك بسعر، وشركات الادوية مش عايزة تتعامل على سعرين فبتنزلش الدواء اصلا وما بتنتجوش، نقص في قلبان الاطفال، عندك فوق مش عارفة 2 مليون مواطن مصري مصابين بمرض فيروس تي ومش عارف تعالجهم ازاي. يعني مش عايزة اقعد اعدد في المساوئ، بس ده كان حل بلدنا بجد، وانهار مؤسسات الدولة والغرب بيديك ظهره ومحدش هيقعد يسلفك كتير وانت مديون والكهرباء عندك ليل ونهار بتقطع وما عندكش طريق عادل تمشي عليه. ايه اللي كان عندنا يعني عادل قوي في الفترة دي؟ ناخد استاذ علاء ونكمل. استاذ علاء صباح الخير. استاذ اسماء تحياتي لحضرتك ولاسر البرنامج. اهلا بيك. طبعا يمكن 30/6 كانت نقطة فارقة النهارده، وفعلا مصر بفضل الله وبفضل جيشها وقواتها المسلحه وسلطاتها قدرت تتصدى لمخطط كان بيتم تخطيط له من قوى كبيره جدا وناس دفعت فيه فلوس كتيره جدا. فاحنا النهارده الامن والاستقرار اللي احنا عايشين فيه ده عندنا اهم من الاكل والشرب، لان النهارده الواحد يجوع طاقة او يشبع طاقة. انا ما بقولش ان الناس ما تاكلش يا استاذ علاء، انا مش فاهم قصدي، انا اقصد يا استاذه اسماء ان احنا النهارده الامن، قيمة الامن دي اهم من اي حاجة طبعا، والاستقرار اللي احنا عايشين فيه وبناء الدولة، لان النهاردة الرئيس بيبني دولة ما كانش في دولة، هم كان خلاص يعتبر الدولة شبه ايه سقطت. فالحمد لله دي حاجة. الحاجة التانية اللي احنا بقى بنطالب بيها النهاردة، يا ريت المسؤولين يشتغلوا بنفس سياسة الرئيس وينزلوا للناس ويسمعوا للناس، لان النهاردة عدم سماع المسؤولين للمواطنين ده اللي بيدي فرصة لانتشار الاشاعات. النهاردة انا يمكن عندنا في قرية بتامدة عندنا في فرن تبع الوحدة المحلية. انتوا كده انا بس طمني، المشاكل اللي كانت في القرية دي انا اعتقد كلها كده معظمها اتحلت يا استاذ علاء. الحمد لله. ما انا بقول لحضرتك ولذلك انا يعني معلش احنا بنشكر البرنامج. لا لا مش بتشكرنيش خالص. ان فعلا مشروع الصرف الصحي عمل وصلات المنازل وخلصت، والنهارده ناقص على التشغيل وبداوا يرصفوا في الطريق، فحاجه كويسه جدا. انا بتكلم دلوقتي الفرن ده تبع الوحدة المحلية. النهارده اتكلف على الدولة حوالي 12 مليون جنيه. والفرن بقاله من سنة 2008 لغاية دلوقتي وزارة التموين مش عايزة تشغله ولا عايزة توفر له حصة، بالرغم ان هي شغلت افران خاصة لاشخاص اخرين. يعني طب ايه اللي هيخلي وزارة التموين مش عايزة تشغله؟ اقول لك مفيش حصة للدقيق، وشغلت افران لافراد خاصة، والفرن اللي تابع للدولة. بص يا استاذ علاء انا مش هلقي التهم على حد، لكن احنا هناخد بيانات الفرن بتاع حضرتك هنبعتها للدكتور احمد كمال معاون وزير التموين، وانا متاكده انه هيجي لنا رد في هذا الموضوع. بشكرك جدا يا استاذ علاء. بس يعني انا مش عايزه اقعد اراجع الناس، ومش عايزه بس لما نيجي نحتفل بذكرى 30/6 نفتكر هو احنا كنا فين. احنا كل يوم لازم نفتكر احنا كنا فين عشان نفضل دايما متنبهين، عشان دايما نبقى عارفين هو اللي عايز يرجعك لورا ده يعني، او الشخص اللي بيقول لك معلومه غلط، او اللي بينقل لك اشاعه أو, او 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 الكلام ده كله. في واقع الامر انه يعني قولا واحدا، لا الرئيس استلم مصر وهي يعني طبعا مصر بلد جميلة طول الوقت وفي أصعب لحظاتها، عشان محدش بس يعني يقودني كلام أنا ما قلتوش، لكن إحنا فعلا إنك في إحنا في 2018 وأنا بكلمكم 2013 إحنا خارجين عاملين إزاي، وما عندكش مؤسسات دولة ولسه عايز تعمل انتخابات رئاسية ولسه عايز تعمل برلمان ولسه عايز تعمل دستور. قصة رهيبة. ده أنت حتى ثوابت إقامة الدولة كانت واقعة عندك. كان عندك دستور الاخوان صحي اسمه ايه ده، عامل عليه تعديل دستوري مع نفسه كده وحصن نفسه وكده، وتقريبا ده جين في الناس اللي هم الغاوين الحكم العثماني والحاجات دي، وخلاص بس على كده شكرا الموضوع انتهى يعني، وتمام مفيش اي مشاكل يعني، المهم سلامه الخاطف والمخطوفين، بس مش ده الوضع اللي احنا كنا عايشين فيه. عشان كده بقول ساعات بنمر بظروف صعبه طبعا كتير جدا، ساعات الناس بتشتكي وتقول لك احنا عندنا غلاء في الاسعار،
في بعض الحاجات. طبعا بيحصل، ما بقولش لا، ما بقولش انه ما بيحصلش، بس جزء منه استغلال وجزء منه ان احنا بجد ما بنعرفش نتعامل مع غلاء الاسعار بشكل مظبوط. يعني دايما نتهافت على الحاجه. يعني خلينا اطلع لكم اشاعه دلوقتي في البرنامج مثلا على سبيل المثال، اقول لك بص اهم لا بيتاكل ولا بتشرب، ان بكره كوبايه الشاي دي المج ده هيغلى. اشاعه هقولها لك اهي، هتلاقي الناس دلوقتي حالا نزلت تخزن منها، مع ان لا بياكل ولا بيشرب ولا اي حاجه. زي موضوع العربيات، يطلعوا اشاعه في موضوع العربيات، تلاقي الناس كلها جريت 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 جريت، واللي ابتدى يخزن واللي ابتدى يحجز، تلاقي سعر العربيات قفز قفزه غير طبيعيه. تلاقيهم بيقول لك السمك بسرعه تك تك، اصل انتاج الطماطم قليل، لا خزن 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 ارفع السعر. دي اشكاليه رهيبه جدا، واحنا يعني محتاجين نوعي بعض، وانا كمان منكم، ان احنا نتعامل بثقافه الكميات القليله. يعني اشتري مثلا 2 كيلو طماطم في البيت، اي طب ما هما بيبوظوا في التلاجة، يعني لو انت استهلاكك مش كتير هتبوظ. وخلينا نعترف كده ستات، درج التلاجة ده لما بيتروق بيترمي منه كمية خضار لا حصر لها. درج التلاجة ده على وجه التحديد، كل حد كده يفتح درج التلاجة وقاعد بيتفرج عليا، لازم هتلاقي طماطم، خيار، كوسايه، شوية فلفل، شوية حاجات كده ما يضرش. قال يعني احنا بنشتري كميات اكبر من اللي احنا بنخلصها. يعني عموما ان شاء الله خير. ارجع بقى مع حضراتكم على بلدنا الحلوة والجميلة والظواهر الغريبة اللي يعني بنكتشفها كده من مش عارفين جت منين. احنا عندنا تاريخ وحضارة العالم كله بيقف عاجز قدامها. وعلى فكرة العالم اللي اتطور استمد حضارته مننا، لكن احنا تقريبا وقفنا نتفرج على الحضاره بتاعتنا وفكرنا انه يعني اكيد اللي بنوا اجدادنا الفراعنه اللي بنوا الحضاره دي ما بنوهاش كده يعني من فراغ، تعبوا وشقوا وشالوا حجاره ورتبوا وفكروا وظبطوا مواصفات وكميات، امال هيبنوا كده؟ امال الخلق وقفوا يشوفوا بنبني قواعد المجد ازاي كده فجاه؟ ناخد طب استاذ خالد من القاهره. استاذ خالد الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فين معاك؟ خالد مدير حضرتك من سوبر اتحاد. هو انا الصوت عند حضرتك بس يعني مش مظبط شويه يا استاذ خالد. خالد استاذ خالد من اكتوبر صح؟ اكتوبر اهلا وسهلا. انا عاوز بس اتكلم حاجه بحق الله، يعني الرئيس السيسي بتاعنا العظيم استلم البلد بتاعتنا واتدمرها ارضا وبحرا وجوا. الصوت عند حضرتك بيقطع. لا طبعا دي حقيقة، يعني أكيد الرئيس لما استلم البلد ما استلمهاش، يعني احنا عارفين استلمها ازاي في 2014، بس يعني أكيد الرئيس شخصيا ما بيحبش يبص لورا كتير، عشان كده بيبص لقدام نطلع ازاي. المهم نرجع ونقول إنه بنبص للحضارة وبنبص للمجد وبنبص للكلام ده كله. مع الاسف تلاقي بعض الظواهر اللي بتحصل اللي فيها اساءه رهيبه جدا. الشهور دي دايما من السنه هي شهور السياحه الثقافيه، دايما الشهور بتدي شهر 10 11 12 بتدي شهر يناير وفبراير شهور السياحه الثقافيه، عدد كبير جدا من السياح اللي بينزلوا يروحوا الاقصر واسوان ويستمتعوا بالجو، معبد الكرنك اللي العالم كله على طول انظاره ناحيته، اللي موجود بس في منطقه او في محافظه الاقصر، ثلث اثار العالم مش ثلث اثار العالم موجوده في مصر، احنا عندنا ده يعني بس اللي فوق كده على الارض او في محافظه واحده. مع الاسف الاستهتار بنظافه الاماكن السياحيه بقى قاعده. تنزل الهرم تلاقي علب كشري مرميه، مش عارفه ايه، ورق، الكلام ده كله. خبر تاني كان منشور في جريده الدستور عن يعني ان هم بيلاقوا قمامه، ومش بس قمامه داخل معبد الكرنك، ازايز هقول ايه بس، ومصورينها بس مش عايزه اضايقكم على الصبح. يعني الازايز دي فيها فضلات الناس، تسيب فضلاتها في هذه يعني الازايز معبين فيها المخلفات يعني، او زي ما انا اسفه جدا التقرير كان كاتب عليها قرارات البول او اللي الناس بتقضي فيها حاجاتها، رغم انه المكان ده
على وجه التحديد معبد الكرنك، في اربع مباني تمام نظيفة وكويسة جدا جدا جدا، وفيها يعني اماكن لقضاء الحاجة. دي الصورة يعني، مع الاسف انا مضطر ان انا احطها قدام حضراتكم. وال يعني دورات المياه مجهزة على اعلى مستوى هناك ونظيفة فلة، لكن اللي بيحصل بهذا الشكل الغير متحضر، والناس اللي بتستخدم ازاز بلاستيك فاضيه ويعني ايه كم الازايز دي، ومين صاحب الفكره، ويعني طب الناس دي لو معهاش الازايز يعني ايه الاخبار يعني مش عايزه اتكلم كلام كتير يضايق، لكن احنا اكيد كبني ادمين يعني مميزين عن المخلوقات بالعقل والتفكير والحياء والنظافه. ودايما بقول لكم انه مش بس الكارثه او اللي احنا بنشوفها في معبد الكرنك اللي معرفش فين الرقابه، واحنا بنقول بقى يا سياحه وبنعمل حملات للترويج للمناطق الاثريه في كل الدنيا عشان نرجع السياحه تاني. بالمناسبه الالتزام بنظافه الاماكن والتعامل في المناطق السياحيه لازم يبدا مننا، عشان كمان لو جاي لك سائح هو مقرر انه لا يلتزم، لا بيشوف السلوك الملتزم منك هو كمان بيلتزم بيه، لكن احنا نلاقي هذا المشهد مش عارفة. وزي ما بقول لكم المشهد ده بس مش موجود في الكرنك، ده في اماكن كتير قوي. كمية علب الكشري بتبقى مرمية في كلنا بنموت في الكشري، اكلة رائعة جميلة كل شيء، بس انا جبت علبة كشري قررت اكلها في الهرم مثلا، ليه ارمي العلبة في الارض؟ عموما الحاجات كمان المشكلة ان في غرامة 5000 جنيه على اي حد هيتم ضبطه بيعمل كده في الشارع، بس لازم متهيألي ان يكون في تجديدات اكتر على المناطق الاثرية. احنا بناشد وزارة الاثار انه يبقى في متابعة اكتر ويبقى في امل وامن ونظافة في كل ركن، حتى في الاماكن المفتوحة والكبيرة زي معبد الكرنك الاقصر غيرها كتير. احنا مش هنخسر سمعتنا وداخلين القومي من السياحه عشان خاطر النماذج دي او النوعيه دي موجوده من البشر حوالينا، واللي واضح يعني ان هم يعني مصدقين ان هم بني ادمين. يعني انا مش عارفه، بس لازم يكون في وقفه. اذا كان هذا العدد مع كل طبعا الناس بقى اللي بتيجي تنظف الصبح وتنظف بالليل بيكتشفوا كل الكلام ده، ويعني ربنا يصلح الاحوال بقى. تعالوا نروح للجلسه، جلسه مجلس النواب اللي كانت من اهم الجلسات اعتقد اللي عقدت في مجلس النواب، وده لانها كانت بتتكلم عن شهداء مصر، ازاي نكرمهم او ازاي يتم تخليد ذكرى الشهيد طبعا بعد رحلهم لمكان افضل احيانا عند ربهم يرزقون باذن الله. رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال قال انه لازم يكون في ضروره لتخليد ذكرى شهداء الوطن من رجال القوات المسلحه المصريه والشرطه، وجه اعضاء البرلمان طبعا التحيه لكل شهداء الواجب اللي ضحوا بارواحهم من اجل الوطن، غير كمان توجيه تحيه خاصه للشهيد البطل العقيد ساطع النعماني ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته، واعضاء المجلس وقفوا ضياء حداد على روح الشهيد ساطع النعماني. دكتور علي عبد العال وجه رساله للشهيد واسرته وقال انه مصر بكل فئاتها وطوائفها عازمه على الاستمرار في الحرب على الارهاب والارهابيين، لانه كمان اللي قاموا بيه ابطالنا مش هيروح ابدا هدر، والشعب المصري عمره ما هينساهم. رئيس مجلس النواب كمان قال انه لازم يكون في ترسيخ للتكريم ده، وطبعا يكون مثبت في مضابط البرلمان مسجل في مضابط البرلمان المصري، وطالب المسؤولين بالاهتمام بالمدارس والشوارع اللي عليها اسماء الشهداء، وشدد على عدم ازاله اي لافتات او يافطات بتحمل اسم شهيد، لانه ده في رساله طبعا سلبيه، وده بعد بيان عاجل قدمه النائب رضا البلتاجي بخصوص ازاله اسم الشهيد حسن عامر من على مدرسه في حلوان، واللي تم اطلاق اسمه عليها بعد ما استشهد في رفح، لكن بعد شهور قليله جدا
تم رفع هذه اليافطة وتغيير اسم المدرسة. أنا مش عارفة إيه السبب شخصيا لحد دلوقتي، احنا مش عارفين ايه اللي دفع المدرسة لتعديل الاسم، واعتقد انه اسم اي شهيد بيضاف لاي مدرسة ده تكريم للمدرسة او للشارع، وده اللي خلى رئيس المجلس يأكد كمان انه لما يبقى فيه اسم شهيد على شارع او على مدرسة لازم يبقى فيه عناية بهذه المدرسة وبالشارع وباللافتة، وانها يعني الحي بقى والمحافظة يهتم بيها وما تتسبش لحد ما تقدم وتبقى يعني في شكل احيانا بيبقى مش كويس. واحنا الحقيقه بنضم صوتنا لصوت الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وبنشكره على مبادرته واهتمامه بتكريم الشهداء في البرلمان، لانهم اكيد يستحقوا منها تكريم من كل مؤسسات الدوله في كل وقت وفي كل لحظه بنعيشها، لان هم السبب في ان احنا مكملين وعايشين. وارجو ان احنا نعرف ايه برضو السبب او المبرر اللي يخلي مدرسه ترفع اسم شهيد من على المدرسه وتغير الاسم. نرجع نطمن حضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة في عدد من محافظات مصر وعواصم الدول العربية والأوروبية، وبعدها نطلع على فاصل صغير ونكمل هذا الصباح. معاكم من تاني، والحقيقه اتكلم في حادثه انا عارفه انها مش جديده ولكن مستمره. الحادثه اللي راح ضحيتها 5 اشخاص غرقوا في الرياح البحري ما بين محافظه المنوفيه والبحيره. بنقدم طبعا تعزينا لاسرهم ونتمنى يا رب ليهم الصبر على مصابهم الاليم. لكن لما نيجي نقف قدام النوع ده من الحوادث اللي بتتكرر ما بين كل لحظه والتانيه هتلاقي انها فيها سبب مهم جدا. السبب ده هو الجشع. الجشع اللي بيخلي صاحب مركب او معديه حمولتها 8 افراد يشيل 22 فرد. والاجابه لما تيجي تكلم حد يقول لك الرقابه. اصل فكره ان احنا طول الوقت بنقول الرقابه، احنا محتاجين رقابه على كل بني ادم. بالشكل ده هنبقى محتاجين رقابه طول ما احنا ماشيين في كل حته، محتاج رقابه على كل عربيه معديه بتكسر اشاره، محتاج رقابه على كل عربيه نقل شايله حموله زايده، محتاج رقابه على كل واحد مش مراعي الامن والامان في المركبه بتاعته سواء بتمشي في البر او في البحر، محتاج رقابه على كل تاجر وكل بياع بيلعب في الاسعار. مش عايزين طول الوقت نقول الرقابه الرقابه اكتر من ان احنا محتاجين هو فين الضمير. يعني النتيجة بتكون كارثة زي اللي حصلت دي، ربنا طبعا يسترها على الناس كلها، ربنا سترها على باقي الركاب. في 17 واحد الحمد لله رب العالمين قوة الانقاذ النهري انقذتهم من الغرق، الحمد لله حالتهم كويسة. والحادثة دي حصلت في قرية كوم شريك التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، واللي بتشتغل فيها المراكب الصغيره دي معديات طول الوقت عشان تنقل العمال الزراعيين من قريه بشتامي في محافظه المنوفيه لقريه كوم شريك في البحيره عشان يروحوا شغلهم. الاجهزه الامنيه بالبحيره ظبطت صاحب المركب واللي كان طبعا شايل 3 اضعاف الحموله تقريبا. حد يقول لي هي المركب دي بس؟ لا مش المركب دي بس، دي حصلت وغرقت بس فيها وربنا بيسترها وبتمشي، وده كله عشان زيادة كام جنيه من كل راكب. يعني الجشع ممكن يتسبب في كارثة، وانا بتمنى ان الناس هي اللي تقاطع النوع ده من المراكب. يعني لما تلاقي واحد بيركب والحمولة بتاعته عالية ما تركبش معاه، او بيحصل مثلا تلاقي اسانسير
تلاقي وانت داخل مكتوب بالحمولة 6 أشخاص، لازم واحد مش قادر يستنى الدقايق الصغيرة اللي يطلع فيها الأسانسير وينزل، فتلاقيه يقول لك خد خد مكان. ال 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 الناس أو الكوارث، بنت وولد وأهله، من الضحايا اللي غاليين قوي، بس هما بالنسبة بيكونوا عند صاحب المركب فلوس. أصحاب المراكب دي على فكرة بتعمل مبالغ كبيرة قوي، عشان ما حدش يقول لك ده أنتوا بتيجوا على الناس الغلابة. لا يا فندم مش غلابة، بس هما ما بيرعوش ربنا في خلق الله، يعني حياة الناس وأرواحها أكيد مش لعبة. وده بيحصل في المراكب وبيحصل في التكاتك وبيحصل في الميكروباصات وبيحصل في حاجات كتير قوي. ولازم نحط بس مع الأخذ في الاعتبار إن إحنا بالملايين، فأنت محتاج رقيب بالملايين. يعني إحنا عددنا ما شاء الله الله أكبر بالملايين، فأنت محتاج بقى رقابة قد إيه؟ يعني لو أنا هقول كل مواطن أو كل واحد بيشتغل في حاجة لازم أحط جنبه ضابط أو عسكري أو أيا كانت الرتبة، مش بتكلم عنها دلوقتي، بس المسألة صعبة قوي. إحنا كمان لازم يكون عندنا حرص على حياتنا. حاضر هنطلب بتجديد الرقابة، حاضر، بس احنا كمان محتاجين رقابتنا احنا معاها. محتاج ان انا لما الاقي مركب زي دي بتحمل اقول له لا مش هطلع معاك، الناس كده اتفضل اطلع انت، العدد زياده مش هنركب. ومحتاج كمان ان احنا كل ما الدوله تعمل مشروع وتعمل كباري اللي هي بتعدي الترع وبتعدي الانهار نشجع ونقول عايزين تاني، لان ده هتنجينا من اللي بيحصل. او يتم بقى عمل معديات رسمية، غير ان الناس تتساب رحمة يعني تحت رحمة الناس دي. الحادثة دي مش الاولى من نوعها ومش الاخيرة طول ما الوضع ده مستمر، وكل يعني فترة كده لازم نسمع عن حادثة من النوع ده. احنا محتاجين الحلول المنطقية، غير والله مش ضد ان احنا نقول فين الرقابة، بس انتوا عارفين الرقابة دي محتاجين قد ايه؟ احنا محتاجين ان نص البلد تشتغل رقابة على نص البلد التانية لو احنا طول الوقت بس هنقول الرقابة. نرجع لموضوع تاني اتكلمنا برضو في البرنامج هنا اكتر من مرة، وانا مش بعيد الكلام، بس احنا اكتر من مرة اتكلمنا على خطورة الادوية المغشوشة او مجهولة المصدر اللي موجودة في الاسواق، واللي بعض منها بيتباع على القنوات واللي بتنزل تلاقيها في اسواق الخضار، وهي خطر حقيقي بيهدد ارواح الناس. عملنا اكتر من حلقه على الموضوع ده وقلنا ان في قانون، ولكن تدور على القانون ما بتلاقيهوش. احنا هدفنا في الاول في الاخر انك تحمي المصريين، خصوصا ان احنا ما بقاش عندنا في مصر نقص الدواء اللي احنا يعني مخدودين منه. معظم الادويه دلوقتي ليها بدايل موجوده، لكن انتشار كبير جدا للصيدليات اللي موجوده على الفيسبوك وادويه بقى التخسيس واعشاب مش عارفه عامله ايه وعلاج الشعر مش عارفه عامل ايه، مواقع التواصل الاجتماعي والحاجات دي كلها، وده كله ما بيعملش اي حاجه لان هو بيضلل الناس وبيقنعهم ان هم يشتروها بعيدا عن اي رقابه. لكن ولله الحمد حصل تحرك من وزاره الصحه، وده عشان يتم تجديد العقوبه على الناس اللي بتتاجر بصحه المصريين. طيب اهو الرقابه اتحركت، والدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الدواء طالب بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة. يا ريت كمان انه مجلس النواب يشد حيله ونعدل هذا القانون بسرعة، وده علشان يعتبر جريمة ترويج الدواء المغشوش قضية قتل عمد، انه اي حد هيبيع لحد دواء مغشوش هنا مش هيبقى غش تجاري، هنا تتحول العقوبة لقتل عمد. وده اللي أكد عليه في اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب امبارح. ومن الحاجات المهمة كمان اللي اتكلم عنها في هذا الاجتماع انه في 2019 ان شاء الله يتم تفعيل نظام التتبع الدوائي عشان نعرف اذا كان الدواء ده مغشوش ولا لا، وده يبقى من خلال ابلكيشن التتبع الدوائي اللي سهل جدا، وانت معاك الموبايل بتنزل الابلكيشن وبالسيريال نمبر بتاع الدواء بتقدر انك تتاكد الدواء ده مغشوش ولا لا بالتليفون، سهل قوي. هل ده هيتم مع وزاره الصحه بس؟ لا، ده كمان بتنسيق مع الرقابه الاداريه ومباحث التموين
عشان المصانع الغير مرخصه او اللي موجوده تحت السلم، واكيد تعديل قانون مزاوله مهنه الصيدله عشان يتعامل مع جريمه ترويج الدواء المغشوش على انها قتل عمد او قضيه قتل عمد، هيبقى ليها تاثير كبير في هذا الملف. الناس اللي بتشتغل على كده بتسبب في موت ناس، وما كانش موت فممكن عاهه مستديمه واحيانا تشويه. وده برضو هنرجع، طيب هناخد اجراءات رقابه جامده، فالناس دي لما تاخد اعدام ولا مؤبد على جرائمهم اكيد هيبقى يعني كده ده العقاب الرادع، كده الرقابه الجامده. طب احنا رقابتنا بقى احنا، انك الناس اللي طول النهار قاعده على الفيسبوك بتتعامل مع الادويه زي ما يكون اللي هو بيشتري بلوزه او شنطه او مفرش سفره، كل ده ما الناس بتشتغل فيه اونلاين، والمفروض مع ان ده على فكره يبقى عليه رقابه برضو ويبقى فيه ضرايب الناس دي بتدفعها من البيع اونلاين، لكن احنا ده لسه عندنا ما حصلش. طيب هنشدد الرقابه وبنطالب بتغليظ العقوبه. انت مش خايف على صحتك؟ او انت مش خايف على صحتك؟ يعني الناس اللي بتقعد طول الوقت اعلانات ادويه تخسيس تخسيس تخسيس، طب انتوا مش قلقانين؟ انا بسمع ناس حصل لها مصايب، فرد شعر ومش عارفه ايه كوارث، هل هيحصل ده؟ هل هنبتدي احنا نحارب ده؟ هل هنبتدي نبطل نشتري الادويه الاونلاين وهي بقت موجوده وممكن حد يجيبها لك من بره، وفي صيدليات بتبيع ادويه مستورده وعادي؟ ما عندناش حاجه في مصر نقدر نقول انها مش متاحه عشان ندور عليها اونلاين، لكن صحتك اهم حاجه، اهم شيء في الدنيا. فنتمنى ان شاء الله باذن الله انه يعني يتم يعني تعديل القانون باسرع وقت ممكن، ونشوف هذه العقوبه. واكيد الشخص اللي بيبيع دواء مغشوش لبني ادم ممكن يقتله او يموته هو كمان يستحق عقوبه الاعدام. نرجع للقلعة الحمراء وللنادي الأهلي اللي كل تركيز إدارته وفريقه وكمان جمهوره في يعني في الوقت الحالي على فكرة مين اللي هيدرب النادي الأهلي الفترة اللي جاية بعد إقالة المدرب الفرنسي اللي ما أضافش أي شيء للنادي الأهلي، واللي كان واضح إن كل الناس بتشتكي من الأداء الغير جيد للنادي والأداء يعني بشكل أثار استياء الجميع. اليوم السابع يعني حسب اليوم السابع قال انه بدأ العد التنازلي للإعلان عن اسم المدرب الجديد للنادي الأهلي، وفي مصادر من داخل النادي قالت ان مانويل جوزيه المدير الأسبق للنادي الأهلي رشح، هو مش هو اللي بيعود لتدريب النادي الأهلي مرة تانية، ولكن هو رشح 3 مدربين للنادي وتم الاستقرار على التعاقد مع واحد منهم، وهم من الثلاثة اللي رشحهم مانويل جوزيه، ومتوقع انه يتم الإعلان عن اسمه النهاردة. طبعا احنا بنتمنى للاهلي انه يرجع للمنافسه مره تانية ويحقق نتائج ايجابيه كبيره جدا على المستوى المحلي او الدولي عشان يسعد كمان الجمهور الكبير العريض اللي بقاله مده زعلان من الوضع اللي وصل ليه النادي الاهلي، واللي طول الوقت بيحاول انه يساند الفريق بتاعه وعشان يفضل دايما في منافسه وقوه مع جميع الفرق. واحنا بنتمنى التوفيق لكل الفرق المصريه، بنتمنى دايما انه يحصل تطور في الكره المصرية، ولكن دي أكيد من الأخبار اللي الناس كلها مستنياها. يعني سريعا كده قبل ما أرجع استقبل تليفونات حضراتكم، خلينا نرجع برضو لمبادرة مهمة وهي اللي لازم نشير ليها، حملة بدل بلاستيك. حملة بدل بلاستيك هدفها تقليل استخدام الحاجات اللي معمولة من البلاستيك أو اللي بيتم استخدامها المرة واحدة. الحملة دي أو اللي أطلقتها السفارة البريطانية في مصر هو انضمام الفنان أحمد حاتم ليها، واللي أعلن إن هو قرر عدم استخدام الحاجات دي لمدة أسبوع كامل لدعم هذه الحملة. الفنان حاتم نشر صورة ليه على الانستجرام وهو بيشرب قهوة وعلق عليها وقال إنه انضم للحملة العالمية لتقليل البلاستيك اللي بيستخدم لمرة واحدة لأنها مبادرة رائعة لحماية البيئة، وكمان قال إنه طعم القهوة أحسن بكتير جدا في الفنجان. احمد حاتم قال انه احنا عندنا التحدي او التحدي بدل بلاستيك مستمر، وانه قبل التحدي وهيتخلى عن البلاستيك المستخدم لمره واحده لمده اسبوع. احنا طبعا بنشكره. ممكن حد يقول لك ان الاسبوع مش كفايه، يعني على فكره في دول كتير جدا جدا
بطلت انها تستخدم البلاستيك اللي بيتم استخدامه لمره واحده. وفي توجه تاني معمول بيه من زمان وناس اكيد لما بتسافر بره بتشوفه، لما بتروح سوبر ماركت تشتري طلبات. في مصر عندنا، ولان احنا طبعا القوه الشرائيه بتاعتنا ايه؟ ما اقولكوش. يعني اقل باسكت كده وانت داخل السوبر ماركت حاجه يعني عظيمه كده. فطبعا كل واحد وهو خارج من السوبر ماركت بياخد طلباته في كميه شنط قد كده. قد كده. تمام؟ في ظل ان انت لما تروح سوبر ماركت نفس السلسله المشهوره اللي هي موجوده في مصر، مش عايزه اتكلم يعني عن اسماء شركات او مؤسسات بعينها، هتروح تلاقيه انه بره مش بيديك طلباتك، او معظم السوبر ماركت مش بتلجأ انها تديك طلباتك في الشنطه البلاستيك. بيبقى قدامك حل من الاثنين، يا بتدفع ثمن الشنطه، او بتلاقي عندي شنطه زي شنطه السوق كده اللي امهاتنا بيستخدموها من زمان ولحد دلوقتي وبتدفع برضو ثمنها، او وانت نازل من بيتك ومعدي على السوبر ماركت بتاخد شنطتك اللي هتاخد فيها طلباتك في ايدك. لكن مفيش حاجه اسمها انك تاخد عدد لا نهائي من الشنط البلاستيك، ده مش موجود. ودي من الحاجات المهمة غير الحملة ان انا بستخدم بس الحاجات البلاستيك لمرة واحدة، لا ده كمان انا بمنع تماما اهدار اي نوع من انواع البلاستيك، لان البلاستيك بيدخل في صناعات كتيرة جدا وسعر المادة الخام بتاعته عالية قوي. يعني واحنا قلنا قبل كده ليه ما يتعملش في مصر الناس اللي بتشتكي من المخلفات والقمامة زي على سبيل المثال بعض الدول اللي ما عندهاش إعادة تدوير للقمامة بشكل جيد. مش احنا عندنا ناس احيانا كلنا بيبقى عندنا نوع من انواع الضرائب، نعمل تخفيض مثلا شوية لو انت فصلت المخلفات بتاعتك وسلمتها مثلا لفلان او شركة الفلانية، او يطلع مثلا حد من وزارة مثلا الانتاج الحربي لو بتتولى هذا الموضوع وده يعمل لك مثلا تخفيض في ضرائب مثلا على اي حاجه، تخفيض على نسب الكهرباء، تخفيض على نسب الميه، ويبقى عندنا احنا توجه لفصل المخلفات. لانه واضح انه فكره فصل المخلفات كمان لحد دلوقتي كل الافكار اللي اتعملت ما نجحتش. عشان نكون صراحة، ايه اللي ممكن يحصل؟ تعالوا نفكر بايجابيه. احنا طبعا فاتحين تليفوناتنا، نستقبل تليفونات حضراتكم عشان زملائي بيقولوا لي عندنا تليفونات كتير، فحاضر عينيا. الجزء الثاني احنا كنا امبارح اتكلمنا وكان معانا دكتور حامد عبد الدايم متحدث باسم وزاره الزراعه، واكدنا لحضراتكم ان وزاره الزراعه لا بتستورد الكلاب ولا بتصدر كلاب. في نفس الوقت احنا شايفين الحمله الكبيره اللي موجوده على السوشيال ميديا فيما يتعلق بمساله تصدير الكلاب والقطط. والحقيقه انه هذا اقتراح كان قيل من نائبه في البرلمان ولم ينفذ. الناس اللي عندها حاله غضب عشان حق الحيوان، وده حقهم ويعني اصحاب القلوب الرحيمه، وده رائع وجميل، بس هل تفتكروا ان حل المشكله بالهاشتاج والتويتر بس؟ يعني هل جمعيات حق الحيوان مطالبه ان احنا طول الوقت تكتب لنا على الفيسبوك هاشتاج بكل لغات العالم عشان نبين ان مصر دي دوله بشعه وبتقتل الكلاب والقطط بصور بشعه، ولا يعني ولا ايه بالظبط؟ ما ممكن يبصوا للي عملوه اهالي شارع وادي النيل واللي احنا كنا بنتكلم عنهم امبارح لما اتطوعوا عملوا حمله لتعقيم وتطعيم الكلاب. انا نفسي نتحرك بشكل ايجابي، لان حل المشكله مش بالهاشتاج ولا بالحملات اللي هي ملهاش لازمه. بس ناخد مدام فاطمه على التليفون. كيف؟ صباح النور مدام فاطمه، ازي حضرتك؟ مهندسه فاطمه طناني حضرتك، اهلا بيك يا باشمهندس. انا بكلم حضرتك علشان انا كنت كلمتك من شهرين بالنسبه لميدان ابن الوليد عند نادي الصيد انه يترصف وان البلاعه تتغير. حضرتك دلوقتي هم جم وغيروا لنا البلاعه، رصفوا الطريق ورصفوا الشارع، واكثر من كده كمان عملوا لنا بلاعات. الحمد لله. طب الحمد لله والله يا باشمهندس، ده خبر جميل جدا. وبشكر انا بكلم حضرتك اشكرك. انا اللي بشكرك جدا جدا، وبشكر طبعا الحي، بشكر المسؤول عن الحي انه استجاب بسرعه، وبشكرك والحمد لله ان ربنا قدرنا نوصل صوت حضرتك، ولا شكر على واجب، ده حقكم. بشكرك جدا يا فندم، شكر طبعا موصول للساده المسؤولين على استجابتهم، لانه ده اكيد يعني ده اللي احنا عايزينه، والله مالينا اي هدف تاني. مدام داليا صباح الخير.
ايوه صباح الخير، ازاي حضرتك؟ صباح النور يا فندم، ازاي حضرتك؟ الحمد لله كل سنه وحضرتك بخير. حضرتك طيبه وبخير يا فندم. انا بتصل بخصوص المدرسه اليابانيه الاسكندريه المنتزه. ايوه فندم. انا بكلم الشارع مش مرصوف كويس وفي ردم وفي حاجات، فكنت اتمنى يعني المحافظه يسعوا في الموضوع ده، لان فعلا الولاد بيتضروا، العربيات مش عارفه تدخل حتى المدرسه. ده حي ايه يا فندم؟ حي ايه يا مدام داليا؟ حي المنتزه، منتزه اول اسكندريه. طيب احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبنناشد رئيس حي المنتزه في الاسكندريه ان هو يشوف المناطق اللي قدام المدارس من اهم الحاجات اللي احنا بنتمنى ان المحليات تتحرك فيها. بشكرك جدا يا مدام دالي، الف شكر لحضرتك. استاذ رضا من الغربيه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك، متشكرين يا ستي على الكلام بتاعك. بالنسبه للادويه المغشوشه، حضرتك بالنسبه للادويه المغشوشه او المنتهيه الصلاحيه اللي في الشوارع اللي على الاسواق ايوه، عمليه تتبع الادويه ديت من عند البياع لغايه المصدر اللي بيديله الادويه. أيوة. هتعرفي مين اللي بياخد اللي بيوزع الادويه. اما الصيدلي يعني مش هيضيع نفسه عشان 1000 ولا 2000 جنيه ولا 20000. ما قلتش صيدلي خالص، ما جبتش سيره الصيدلي، بالعكس انا بقول لك يعني انا بقول ادويه متوفره في الصيدليات. عشان في برامج ثانيه بتتهم الصيدلي. لا يا فندم، انا بقول لك حضرتك تتبعي حضرتك الادويه المغشوشه والمنتهيه الصلاحيه من الاسواق، هتعرفي المصدر بتاعها فين. حاضر يا استاذ رضا، ان شاء الله باذن الله يعني يتم تحرك اكتر من الجهات الرقابيه على الاسواق، ويتم كمان تتبع الـ الناس دي. كل محافظات مصر والله منورانا النهارده. استاذ خالد من اسماعيليه. استاذ خالد صباح الخير يا استاذ اسماء. صباح النور يا استاذ خالد. والله حضرتك انا بسلمك وبسلم عليك وعلى الاعداد المحترم. انا اللي بشكرك، بسلم عليك وتفضل. وانا حضرتك اول امبارح كان معايا مشكله كده صغيره انا ووالدتي. اتفضل يا استاذ خالد. فروحنا مركز شرطه التل الكبير اعمل محضر. ايوه. فوالدتي عندها 67 سنه، بتكلم الضابط قال لها في البؤه الكوليه. معقوله؟ الو. قوم اعمل محضر. طب حضرتك تقدر تتقدم بشكوى لوزاره الداخليه اذا كان في تعامل مع حضرتك للاسم بشكل غير جيد، واكيد على فكره ما بيتمش يعني السكوت ابدا على ده خالص. نهائي. فاستاذك استاذ خالد بس عشان حضرتك صوتك مش معايا، زمايلي هيسجلوا بيانات حضرتك واحنا متاكدين انه يعني ما بيتمش السماح مع اي مواطن بالشكل ده خالص. شكرا يا استاذ خالد. مين يا علي؟ السمع في تقريبا حصل مشكله او يعني ازمه في موضوع خط التليفون. اولا بس تعقيب بس على الكلام اللي كان بيقوله الاستاذ رضا، احنا ما بنتكلمش على الصيدليه يا جماعه، الصيدلي دايما على طول عليه رقابه وعلى طول شركات الادويه بتروح له وتشوف الدواء عنده وبيشوف النواقص وبياخد الدواء اللي موجود وهكذا. الفكره في الاونلاين ده انت مش عارفه، مش عارف مين اللي بيبيعه والاسواق طبعا. مدام نجوى صباح الخير. طب ايه ده؟ مش عارف الخط قطع من دم نجوى من عند حضرتك اعتقد، صح يا علي؟ طب معانا دكتور عبد الله. صباح الخير. صباح النور يا دكتور. استاذنك التجمع الخامس. ايوه. في كميه مشاكل غريبه ومش عارف مين الجهه اللي ممكن تحقق في هذا الامر. احنا كان معانا رئيس جهاز مدينه القاهره الجديده من مده، لكن حصل تغييرات وانا بوعد حضرتك يعني حضرتك وحضراتكم، لان اكتر من حد قالوا لي انه يا ريت ان احنا يعني انا معايا رقمه الشخصي والوصف بتاعه وكل حاجه. طب كويس. ما حدث اخيرا من تعديل ان ممنوع حد يدخل له وهو ما بقاش يقابل حد، لانه يقف هو يقف ويقابله ويقف هو عشان هو يقف من المنظومه الفاسده اللي حواليه. منظومه رهيبه. هو يقف من المنظومه الفاسده اللي حواليه. طبعا العهد على الراوي يا دكتور، بس مفيش حاجه اسمها ان هو لا هو عارفني كويس. لو سامحني هو عارفني كويس جدا. طب حضرتك دي حاجه. الحاجه الثانيه هقول لك اضعف حاجه. قول لي اضعف حاجه. الجناين فيها ليها مقاول بياخد مناقصه وبيقبض ما شاء الله مبلغ وقدره كل شهر. كويس. الجناين كلها احنا بنعملها على حسابنا، احنا عاملين جنينه قدامنا مكلفينها 90000 جنيه. طيب. وبندفع للغفير 1000 جنيه يسقيها. طب دكتور عبد الله اكيد رئيس جهاز مدينه القاهره الجديده ليه حق الرد،
يعني يتفضل مشكورا اذا يحب يرد على حضرتك او يعني يحصل رد من المجتمعات العمرانيه الجديده، لانه يعني انا بس الحقيقه ان كل المحافظات والمحليات الناس محتاجه فيها تواصل اكتر، يعني محتاجين يكون في شغل على الارض اكتر. اذا كان رئيس الجمهوريه شخصيا بيفضي من وقته ويعمل مؤتمرات ومنتديات ويسال الرئيس عشان يسمع الناس بتقول ايه، فبنشوف رئيس الوزراء ينزل يشوف المشروعات ويبص ويقابل الناس ويروح من محافظة لمحافظة عشان يشوف أخبار ومشاكل المحافظات إيه. فمش معقولة إن الناس ما تكونش عارفة تقابل رئيس جهاز أو تدخل تقابل محافظ أو تعرض شكوتها عليه أو رئيس حي أو ما إلى ذلك. يعني مهم جدا إنه يحصل حوار مجتمعي في المناطق دي على الأقل مرة في الشهر، يعني ما نقولش كل أسبوع، مرة في الشهر تخلي الناس بس تحس انها عندها تواصل جيد بس ويقدروا يعرضوا مشاكلهم. مال هيروحوا لمين؟ هيقولوا مشاكلهم لمين؟ استاذة امل، صباح الخير. صباح النور يا فندم. ازيك يا مدام اسماء؟ الحمد لله كويسه الحمد لله. هستأذنك بس في نقطتين هتكلم فيهم. اتفضلي. محلي دلوقت اول حاجة بهني سيادة الرئيس بعيد ميلاده وبقول له كل سنة وانت طيب وأقبل 100 سنة وربنا يخليك لمصر، وشكرا على كل انجاز وكل اللي بتعمله لصالح مصر والمصريين ان شاء الله يا رب. ثاني حاجه انا بتكلم بقى بخصوص الكوره واللي بيحصل فيها، انا زملكاويه وحاسه ان في مؤامره على الزمالك، بس اذا كان جمهور الزمالك اخطا فاحنا بنعتذر لنادي الداخليه، واذا كان في مؤامره او في حد اندف فلازم يتحقق في الموضوع ده، لان موضوع الزمالك كده بقى يعني بصراحه بقى كتير قوي. ومن فضلك يا سياده الرئيس انا ناشدتك قبل كده في مؤامره على نادي الزمالك، حد عايز الزمالك يقع باي طريقه. انا بشكرك جدا يا مدام امل، ويعني مش داخل في موضوع الكوره الحقيقه لان انا ما بفهمش في الكوره قوي، فان شاء الله باذن الله يعني نبقى نعمل فقره عن الموضوع ده. استاذه ياسمين، ياسمين اعتقد الخط قطع. استاذه اشرف، ايوه صباح الخير. صباح النور يا فندم. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله تمام. انا بعمل مداخله مع حضرتك بخصوص فعلا الادويه الاونلاين دي، لان انا مره قاعد على النت تمام. لقيت منتج مش عايز اذكر ايه هو المنتج، ايوه، وانه مفيد وهيناسب وهيبقى، المهم عملت اوردر. يعني حضرتك خدت التجربه. خدت التجربه، انا بتجرب. كويس. في خلال دقائق ربع ساعة تقريبا لقيت تليفون من دولة عربية تمام وبتكلمني شخصية لبنانية خليجية الله أعلم يعني تمام. تمام. حضرتك طلبت الأوردر كذا؟ قلت لها أيوه. قالت لي طيب تمام حضرتك إن شاء الله في خلال أسبوع 10 أيام هيجي لك. طيب. أنا كنت متردد إن يعني أكمل الموضوع، يعني كنت حاسس إن الموضوع مش هيبقى سليم أو صحيح. في الاخر بعد حوالي 10 ايام او اكتر من 10 ايام جه الاوردر بحوالي 1500 جنيه والحمد لله انها جت في مبلغ بسيط زي ده مش اكتر. قلبي حاسس باللي جاي. ها ايوه مفيش. هو المنتج طلع ملوش اي قيمه ملوش اي معنى، منتج مضروب تماما. وطبعا في هذه الحاله مفيش اي طريقه للوصول للشركه أو نهائي طبعا، مش هيظهروا طبعا خلاص. ولو عملت اي محاوله لان انا اشتكي او اقول ليه او دي عمليه نصب او اعمل محضر مش هستفيد حاجه خلاص. هو الموضوع طب يا ريت يا فندم الناس تسمع كلامك وتسمع رسالتك ويسمعوا حكايتك، واحنا على فكره هنشير الجزء ده من كلام حضرتك. يعني فداك ال 1500 جنيه، المهم صحتك، المهم انها ما كانتش تبقى حاجه تأثر على صحتك. على فكرة في حد مرة راح جاب علبة بتاعت موبايل برضو أونلاين، كان لسه حد بعت لي من مدة والعلبة جت من الشحن فاضية من جوه، فاضية معمول شكل كرتوني، وقعدوا يدوروا على الشركة اللي جابوا منها الموبايل. انسوا. مدام إيناس، مدام إيناس. أيوة أنا معاك. أنا مع حضرتك، اتفضلي. صباح الخير. صباح الفل. كنت عايزه بس يعني اقول لك على ان طريق، انا ساكنه في 6 اكتوبر تمام يا فندم، فطريق الواحات
من عندنا بقى من عند مدخل الدائري، الدائري المدخل بتاعه متكسر ومدغدغ بشكل مش طبيعي. ده حقيقي. اليوتن الملف نفسه معذب والمدخل نفسه صعب جدا. الملف نفسه يعمل 100 حادثة. يعمل 100 حادثة وبيساهم، يعني احنا بنحاول نحل الزحمة ولا نزودها. طبعا العربيات بتضطر توقف وتبقى بطيئة، فبنتعذب عشان ندخل الدائري، اليوتن والمدخل. وحاجة تاني كمان بقى ان الطريق نفسه كان متسفلت كويس جدا، كسروا الاسفلت السليم ونفضل ماشيين عليه وهو بايظ، واولا ما بيسيبوا المناطق البايظة. حاجة الاسفلت اللي بيتعاد اسوأ من الاسفلت اللي كان. عموما يا فندم احنا بنتمنى ان هيئة المجتمعات العمرانية يعني الجديدة يشوفوا هذه الطرق والمسؤولين عن الطرق. وكمان بقى عايزة اقول لكم على حاجة، خدوا الجزئية دي كمان المدام ايناس بتتكلم عنها، البياعين. البياعين في ظل بقى ان الطريق بايظ ومكسر، وانت بقى بتاخد اليوترن وواحد حاطط فرن في وسط الشارع، تمام، وانبوبة وبيشوي دورة في وسط ده بجد. يعني انا مش يعني الناس اللي بتاخد الطريق ده عارفة ان اللي انا بقوله، يعني انا ما قلتش اي حاجه خالص ان الراجل ما يبيعش دوره، يعمل كشك على جنب. ده هو في وسط الحاره بتاعت الطريق او الجنينه، فرن بانبوبه بوتاجاز، في ظل بقى البرد، في ظل الهواء، في ظل الحر، في كل شيء محطوط في وسط الطريق قبل الملف ده على وجه التحديد، وبيقف يبيع الدوره ويرمي قشر الدوره في البتاع وخلاص. غير بقى بتوع الكارتة اللي بيوقفوا النقل على المطلع ده، فده كارثة تانية. هل نتمنى ان شاء الله يحصل استجابة، نتمنى. واذا كان مسموح ببيع السلع في المكان ده، انا معرفش هل في ترخيص ولا لا، ما نديله كشك على جنب الطريق بدل ما يجرى له حاجة، ما دام احنا سايبينه تمام، ما نديله كشك مرخص ببطاقة ضريبية وسجل تجاري، ما فيش مشكله خالص، غير ان احنا نفضل ماشيين بالطريقه دي. ناخد استاذ مصطفى. يا فندم صباح الخير. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم، انا بتكلم عن موضوع يمكن غريب، مش غريب، مهم شويه، اللي هو استصلاح الاراضي المستصلحه. احنا واخدين الارض من سنه 2001 من محافظه البحيره، ونص الاعضاء بتاعنا مجموعه هند 17 سنه مصر. ايوه 18 سنه يا فندم. 18 سنه كويس. ايوه نص المجموعه خدت عقود في 2001 و2002 و2003 ب 2000 ونص الفدان. جينا في 2006 طلع قانون جديد حطوا الباقي المجموعه فيه بالفدان ب 12000 جنيه. وابتدينا ندفع فلوس تحت مسمى حق انتفاع او حق مش عارف ايه، وبندفع فلوس ومعانا الوصولات، وجالنا رفع مساحي وتقنين 2006. فوجئنا ان المحافظات ضمت الاراضي القديمه المقننه الى لجنه المهندس محلب لاسترداد اراضي الدوله، اعتبرونا لسه اراضي جديده بالرغم انها مزروعه. طب انتوا تقدروا تقدموا تظلم يا فندم للجنه؟ سهل قوي. قدمنا كل حاجه يا فندم، كل ما اكيد هيتم يعني البت والقرار فيها، ما دام حضراتكم استصلحتوا وزرعتوا وما كنتوش عاملين الاراضي دي للتجميد او ما الى ذلك. انا معلوماتي بس ان الناس اللي بتبقى واخده، انا بشكر حضرتك جدا بس اكيد ان شاء الله ده يحصل. انا معلوماتي الناس اللي بتبقى خدت اراضي استصلاح زراعي وما بتزرعش، ده المعلومه اللي عندي. في لجنه تقدروا تتقدموا ليها بمنتهى البساطه، هي تبحث في الامر ده طبعا من الاراضي القديمه، لكن اعتقد هي الجزء الاصعب لو ناس خدت اراضي استصلاح اراضي وما زرعتش، هنا بتحصل المشكله. طيب بعد الفاصل ان شاء الله باذن الله هتنورنا في استوديو الصباح، ضيفتنا الدكتوره ايناس شلتوت، واللي هتكلمنا استاذ امراض الكبد والغدد الصماء بطب القصر العيني ورئيس الجمعيه العربيه لامراض السكر. هنتكلم معاها عن مرض السكر، ازاي نواجهه، ازاي ناخد بالنا، ناكل ايه لو احنا عندنا ارتفاع. مش بالضروره على فكره ان احنا يكون عندنا السكر، بس احنا ممكن يكون عندنا نوع من انواع السكر العارض او السكر العصبي، ناكل ايه، نتغذى ازاي التغذيه السليمه، لان النظام الغذائي مهم جدا جدا جدا. وهنجاوب على اسئله حضراتكم اللي انتوا سبتوها، واللي لسه عايز يكمل معانا ويبعت لنا اسئله ثانيه ممكن احنا جاهزين نستقبلها من دلوقتي. فاصل صغير وراجعين.
برحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا زي ما اتكلمنا معاكم في حلقات سابقة كتير جدا عن الأمراض الغير سارية، أو احنا دايما بنشوف ان احنا تاني نتعرف يعني ايه الأمراض الغير سارية، اللي منها السكر، الضغط، السمنة، أو أمراض ممكن الناس بتشوف بتكتشف فجأة إنها كان عندها القلب وما هي ما كانش عندها القلب. الحملة الكبيرة اللي الدولة بتقوم بيها ومبادرة الرئيس لمواجهة هذا النوع من الأمراض. دايما مرض السكر وهو مرض منتشر في مصر، الناس بتكتشف فجأة إنها عندها السكر، ممكن حد بالصدفة يلاقي إن السكر عنده مرتفع. طب هل أنا ممكن أعرف هل أنا شخص جسمي عنده استعداد إني أكون مريض سكر في المستقبل ولا لا؟ طيب لو انا عندي استعداديه وقابليه ان يكون عندي سكر مرتفع، ايه اللي انا اعمله او ايه الاجراءات الوقائيه اللي انا ممكن اخدها من بدري عشان ما اكونش عرضه للاصابه بهذا المرض؟ طيب لو انا ازاي لو انا مريض سكر اقدر اتعايش مع السكر واستفيد منه كمان بحيث ان انا اقدر اظبط صحتي واظبط كل امور حياتي؟ وفي ناس كتير قوي بتقدر تتغلب على مرض السكر وبتتعايش معاه، بس المهم ان احنا نلتزم بتغذيه سليمه جدا. وايه الامراض كمان اللي ممكن تكون مصاحبه لمرض السكر ويعني تعمل شويه اضطرابات في الصحه؟ طبعا ربنا يشفي الناس جميعا. هتنورنا في استوديو هالصباح، وهي طبعا اللي هتجاوب على اسئله حضراتكم الدكتوره ايناس شلتوت، استاذ امراض السكر والغدد الصماء بطب القصر العيني ورئيس الجمعيه العربيه لامراض السكر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. منورانا يا دكتور. ميرسي يا فندم. خلينا نبدا السؤال، وحضرتك بتتابعي اكيد وبتشوفي ان في ناس كتير ما بتاخدش بالها انها ممكن تصاب بالسكر، اعتقد ده هنا بيبقى الاهم ان احنا ناخد بالنا منه، ولا اني في العادي لازم اخد بالي وانظم اكلي وانظم السكر بتاعي؟ احنا عندنا في مصر نصف عدد المصابين بالسكر لم يتم تشخيصهم بعد، مش بس في نص مصر، نص العدد ومش بس في مصر، ده في شمال افريقيا ودول الشرق المتوسط ايضا. يصل نسبه الاشخاص المصابين بالسكر ولم يتم تشخيصهم الى 50% منه. يعني المكتشف هو النص بس. بالظبط تماما. لو اتكلمنا قلنا ان في مصر أكتر من 8 مليون مصري مريض بالسكر، وده طبقا لإحصائيات الاتحاد الفيدرالي الدولي للسكر. هنقول أن نصهم لم يتم تشخيصهم بعد، وبالتالي هو بيعيش سنوات معرض نفسه لحدوث مضاعفات، لأن السكر مرض ملوش أعراض واضحة. يعني ممكن يقعد عند شخص سنة واثنين وثلاثة بدون أعراض واضحة، أو يكون هناك أعراض خفيفة والشخص نفسه يقول لا أنا بدخل التواليت كتير، يمكن أنا بشرب شاي وقهوة كتير، بقوم بالليل أدخل التواليت يمكن الدنيا ساعة وشربت شاي وقهوة قبل ما نام وهكذا. فبيبتدي يجي أو يدور على مشاكل في حاجات تانية. بالظبط. أو يقول أيوة طبعا، يبتدي يجي يعني حجج تانية يقول لا ده شكله مش سكر. السكر أعراضه بسيطة جدا، وبالتالي ممكن ما تبانش، زي كسرة شرب المية، كسرة التبول، دخول التواليت بالليل. الحاجة التانية الإحساس بالإرهاق والمجهود دائم. الحاجة اللي بعدها كسرة الالتهابات، التهابات في أي مكان في الجسم. هذه الأعراض ممكن تمر ببساطة على ناس كتير، وبالتالي لازم نبقى عارفين ان زي ما في اكتر من 8 مليون مريض بالسكر موجودين في مصر، هناك ما يقرب من 5 مليون شخص عندهم مرحلة بنسميها مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر. وبالتالي انا عندي تقريبا ربع المصريين البالغين فوق سن العشرين اما عنده سكر او مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر، وبالتالي معرض لمضاعفات السكر. طيب دكتور انا هنا هقف عند حضرتك عند جزئية، هل انا كشخص او كل بني ادم مننا ممكن يكون هو مش عارفة هل دي بالفطرة او طبيعة العوامل الوراثية او يعني ايه بالظبط، هل انا ممكن اكون شخص اقدر اعرف ان انا عندي استعداد للإصابة بالسكر؟ طبعا. جسمي مستعد؟ طبعا بقدر اعرف. طبعا تماما اقدر اعرف من حاجات مثلا في التاريخ الوراثي للاسره. يعني الاسره لو كان فيها
الوالد او الوالده او الاثنين او الخلان والعمام من ناحيتين وهكذا عندهم سكر، ببقى عارفه ان انا احتمالات الاصابه بالسكر كبيره جدا، وبالذات اذا كان الوالد والوالده الاثنين مصابين بسكر، فبنقول ان 95% من اطفالهم هيبقى عندهم سكر في المستقبل. الحاجه الثانيه، الناس اللي عندها سنه مش بالضروره يبان على طول، يبان في اي سن، ويبان من اول سن المراهقه والطفوله، يعني بعد سن 10 سنين لو كان الوالد والوالده عندهم سكر. قلتي كمان والخال والخاله. بنقول الوالد والوالده طبعا دول القرابه المباشره اللي هي بتقول ان الاولاد غالبا هيحصل لهم سكر. كل ما بعد شويه القرابه زي الخلان او الخالات فقط مش الوالد والوالده، بنبقى عارفين برده ان في استعداد كبير للاصابه بالسكر. الناس المصابين بالسمنه، الناس المصابين بسمنه منطقه البطن او اللي احنا بنسميها بالعاميه الكرش، الاشخاص اللي عندهم اضطراب في الدهون في الدم، الاشخاص اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم، لان هناك ارتباط كبير بين ارتفاع ضغط الدم وبين السكر. الاشخاص اللي عندهم كبد دهني، في حاجه اسمها متلازمه الايض، متلازمه الايض ده اللي هو الشخص السمين اللي عنده سمنه منطقه البطن وعنده كبد دهني وعنده غالبا اضطراب كمان في الدهون، ده بنبقى عارفين ان غالبا هيحصل له سكر. الاشخاص اللي سبق اصابتهم بمشاكل في البنكرياس زي التهابات البنكرياس المزمنه، تحوصل البنكرياس، زي ازاله البنكرياس جراحيا في حاله وجود اورام، الاشخاص اللي تناولوا ادويه قد تتسبب في الإصابة بالسكر، وطبعا أشهرها هو الكورتيزون، ويأتي بعده بعض أنواع الهرمونات ومدرات البول. السيدات اللي سبق إصابتهم بسكر الحمل 50% منهم في المستقبل بيجيلهم سكر، البنات والسيدات اللي عندهم تكيسات في المبايض بنبقى عارفين برضو ان هم أكثر عرضة للإصابة بالسكر، وفي بعض الأحيان في الفتيات اللي عندهم تكيس في المبايض من أول سن البلوغ يبتدي يظهر عندهم سكر. يعني كل دي فئات محتمل اصابتها بمرض السكر. ايوه. طب في ناس يا دكتور، يعني مثلا حضرتك ذكرتي الادويه، في ناس طبيعه ان هم عندهم امراض ثانيه، فمثلا انا لو مريض قلب فباخد ادويه في يعني، او اللي عنده امراض القلب المزمنه بياخد ادويه مضره للبول، ده بطبيعه الحال. ايوه. ده لازم يخلي باله انه احتماليا يكون عنده سكر في المستقبل. احنا دايما بنوزن المنفعة أمام الضرر، يعني مريض قلب لازم ياخد مضر للبول، يبقى احنا لازم هناخد مضر للبول، لكن ناخد بالنا لو في عوامل خطورة أخرى إن احنا ممكن يشجع على ظهور السكر، لكن اللي هو أكتر ارتباطا بحدوث السكر هو الكورتيزون. فإحنا بنقول إن احنا لا نسيء استخدام الكورتيزون. في بعض الناس بتدي كورتيزون عن طريق الأقراص، وهي ممكن مثلا تدي كورتيزون عن طريق البخاخات بالنسبة للناس اللي عندهم سدة رئوية أو اللي هم عندهم حساسية في الصدر. كويس. فبنقول في هذه الحالة كلما تجنبنا أقراص الكورتيزون أو حقن الكورتيزون كل ما ده كان أفضل عشان نحاول نعمل وقاية. ولكن إذا كان هذا ضروري، يعني الأمراض المناعية مثلا، أمراض المناعية أغلبها بيتم العلاج بالكورتيزون، يبقى في الحالة دي بندي كورتيزون، لكن بنكون حريصين إن احنا ما نزودش الجرعة قوي أو ما ناخدش وقت طويل علشان نقي نفسنا من الإصابة بالسكر. طيب هل أنا محتاج بقى كشخص لما أحس إن أنا في كل المؤشرات أو الأسباب أو الحاجات اللي حضرتك كلمتيها، هل أنا بحتاج مثلا إن أنا كل قد إيه اروح اقيس السكر؟ يعني هل مثلا ادخل في دلوقتي اجهزه قياس السكر اللي هي السريعه دي في الصيدليات او اللي بتقيس السكر بشكل عشوائي، خلينا نقول اللي هو سكر عشوائي، يعني هل انا محتاج ان انا كل شويه مثلا ادخل الصيدليه او اروح مثلا معمل تحليل انسولين؟ اتفضلي حضرتك لو عايزه تشربي ميه اتفضلي. هل انا بحتاج ان انا كل شويه مثلا ادخل الصيدليه اروح معمل تحليل اقيس نسبه السكر في الدم، ولا يعني خلاص انا هكتفي لو ظهرت الاعراض اللي حضرتك بتقولي عليها؟ طبعا هو الافضل الاكتشاف المبكر، لان احنا عندنا حاجه اسمها مرحله ما قبل الاصابه بالسكر، دي مرحله ممكن تستمر لسنوات. هذه المرحله بيبدا فيها ارتفاع السكر، بيبدا ارتفاع السكر الصايم بيبقى بين 100 الى 125 كده مرتفع،
كده مرتفع كده مش طبيعي. يعني انا عندي الصايم الطبيعي من غير تناول علاج لغايه 99 كويس، من 100 ل 125 صايم، ده بيعتبر في مرحله ما قبل الاصابه بالسكر. السكر اللي بعد الاكل بساعتين او السكر العشوائي اللي في اي وقت لو كان 140 الى 199 بعتبره مرحله ما قبل الاصابه بالسكر، لو كان اقل من 140 يبقى ده شخص طبيعي، لو كان 200 او طالع بدون تناول علاج ايضا بيبقى ده شخص عنده سكر. يبقى انا مش لازم استنى لغايه ما يظهر السكر بشكل كامل، لان في كثير من الاحيان يوم اكتشاف السكر بنلاقي هذا الشخص عنده مضاعفات بالفعل، نلاقي عنده مضاعفات واحدة او اتنين من مضاعفات السكر. ليه؟ لان سكره مش طبيعي لمدة سنوات، هذه السنوات تصل الى 10 سنوات، سكر مش طبيعي. يعني ممكن اقعد 10 سنوات في مرحلة ما قبل الاصابة بالسكر؟ بالظبط بالظبط تماما. هتلاقي حضرتك السكر يعلى بسيط مرة، مرة تانية يختفي، يعلى مرة تالتة وهكذا. لو حاول يحلل بعد مثلا تناول حاجة سكرية يبص لاقي السكر بتاعه مرتفع. لازم ناخد بالنا، ده بيبقى انذار لينا ان في استعداد للسكر، بالذات اذا كان في عوامل الخطوره الاخرى اللي احنا اتكلمنا عليها. هذا الشخص اولا مطلوب منه ان هو يحلل باستمرار. طبعا لو كان ما جالوش سكر خالص، عمر ما ارتفع عنده السكر، يبقى قبل سن الأربعين بيحلل سنوي، بعد سن الأربعين ياخد باله اكتر من كده شويه. ايضا مش هحلل فقط، ما هي الحاجات اللي انا هعملها عشان اقي نفسي؟ اذا كان في زياده في الوزن يبقى انا لازم انزل وزني، طبعا الشعب المصري في نسبه سمنه كبيره، مش الشعب المصري فقط، هناك شعوب عربيه وهناك شعوب في امريكا مثلا من اكبر نسب السمنه، لكن احنا بنقول ان احنا لازم نقلل وزننا اذا كان عندنا استعداد للاصابه بالسكر، لان السمنه ليها مضاعفات عديده منها الاصابه بالسكر. اقلل الوزن، احاول اقلل، احنا مش هنقول نوصل للوزن المثالي، اقلل 7% من الوزن المبدئي. يعني اذا كان وزني مثلا 100 كيلو يبقى انا لو نزلت 7 كيلو هنزل 93 مثلا. بالظبط، دي خطوه مبدئيه. هلاقي في حاجات كويسه قوي بتحصل، اولا بيحصل زياده في حساسيه الانسولين الداخلي داخل الجسم، والانسولين يبتدي يشتغل بكفاءه افضل، وبالتالي بقي نفسي من الاصابه بالسكر. نزول الوزن بيكون بتنظيم الاكل وايضا بممارسه الرياضه. طب هرجع للاكل، ان احنا عندنا مشكله بقى في الاكل يا دكتور، مشكله رهيبه جدا. يعني انا بشوف ناس بصراحه وبقابل ناس كتير جدا عندهم السكر، وانا عارفه ان هم عندهم سكر، بس مثلا ما بيقدروش ان هم يمشوا على نظام اكل مناسب. حضرتك عارفه حبنا للمحشي، اكلتنا المفضله كلنا كمصريين، احنا مستهلكين للنشويات او الحاجات اللي فيها كربوهيدرات بشكل عام، العيش، الرز، المكرونه، وكل دي يعني على قدر معلوماتي المتواضعه بتاثر في نسب السكر في الدم. فتلاقيه يقول لك انا ما انت ما تحرمنيش، يعني اي حد يجي يقول لك طب ما انا وانا عشان مريض سكر هتحرميني من متعه الاكل، انا بحب الاكل وبحب المحشي وبحب العيش وهكذا. هو حضرتك قلتي فعلا معلومه صحيحه تماما، هي النشويات ليها دخل كبير اولا بحدوث السمنه وثانيا بالاصابه بالسكر. احنا عندنا يمكن الشعب المصري وبعض الشعوب العربية بتحب فعلا النشويات وأيضا السكريات والحلويات، ولا ننسى أن احنا كل الأعياد بتاعتنا بنحتفل بيها بالحلويات، وحلوة المولد لسه موجودة في البيت. ها؟ لما الناس بتسأل نجيب حلوة مولد ولا لأ، بنقول لهم جيبوا حاجات بسيطة قوي بحيث أنها تخلص على طول في نفس اليوم، في يوم أو يومين تكون خلصانة. بالنسبة للنشويات احنا مش هنقول ان احنا بنحرم منها، ولكن بنقول ان احنا بنقنن الكمية بتاعتها. يعني بالنسبة للخبز نستخدم دايما الخبز الغامق، الخبز هناك مش السن ولا البلدي، السن او البلدي، السن او البلدي او خبز الحبوب. هناك بعض الناس دلوقتي عندها اتجاه تعمل حتى الخبز في البيت بالحبوب، بيبقى لطيف ويتحط معاه ردة.
بالنسبة للرز والمكرونة نقلل من استهلاكهم. عندنا أكلة شعبية لطيفة جدا من الحاجات اللي بتساعد الشخص اللي عنده سكر اللي هي الكشري. الكشري بيساعد؟ لا الكشري ولا بيزود؟ لا الكشري لو اتعمل صح أولا هيساعد على الشبع، ثانيا احنا كمصريين مشهورين بكشري ده دلوقتي العدس الاسود ده بقى مشهور في اوروبا، تلاقي حضرتك سلطات من العدس الاسود وحاجات كده بالظبط، لكن ما يتعملش بالطريقه اللي هي في المحلات التجاريه، لان المحلات التجاريه بتلاقي ان كيلو العدس الاسود غالي وكيلو رز او المكرونه رخيص، ارخص بكتير. بيحط عدس قليل ورز عدس قليل قوي، لا احنا عايزين نعمله في البيت بعدس اسود كتير وكميه الارز او المكرونه اللي فيه تبقى قليله جدا. العدس الاسود ليه ميزه ان هو لا يمتص بسرعه وبالتالي هو بيحسس بالشبع وفي نفس الوقت بيديني سعرات حراريه اقل. فاحنا لو حاولنا نفكر قبل ما ناكل اكل ده ولا اكل ده، طب انا هعمل محشي مفيش مانع ابدا من المحشي، لكن محشي مثلا ما احطش فيه سمنه، اقلل الكميه. نحاول ان احنا دايما نعود نفسنا ونعود الطفل داخل الاسره ان الانيه اللي بنطبخ فيها الطعام ما يبقاش انيه كبيره، لا احنا بنجيب انيه صغيره او على القد يعني بالظبط. يعني يعني الطفل نفسه طالع في البيت بيشوف والدته بتطبخ في حله كبيره ولا بتطبخ في حله صغيره، الطبق كبير ولا الطبق صغير، كميه الرز واحنا بنكيلها بمعلقه ولا بكيل بمغارف وعمال احط. الطفل لما بيشوف هذا الاتجاه، وده اللي احنا نفسنا ان احنا نقوم به مع المدارس، ان احنا نخلي الطفل مع الاسره، لان الطفل بيرجع يقول برضو لاسرته انا شفت في المدرسه كذا كويس، يبتدي ياخد وجهه نظر سليمه عن اكل ايه وما اكلش ايه. الطفل دخل المدرسه عنده كانتين فيه مشروبات سكريه، مياه غازيه، فيه حلويات، ولا انا احط له برتقانه، احط له برتقانه لفها كده بلاستيك لطيفه كده، يقوم الطفل يقبل عليها ويعرف ان دي احسن له من ان هو ياكل حلويات او يشرب مواد سكريه. احط له في بعض المدارس تقدم سلطه متقطعه او تقدم فاكهه متقطعه، حط مثلا خيارايه جزرايه الحاجات دي يعني. يا ريت يا ريت يا ريت ان ده يبقى يمكن مجهود مشترك بين الأسرة وبين المدرسة، إن الأسرة تدي لطفلها أكل صحي، لكن هي مش هتقدر تقنعه إلا لو كانت هي نفسها بتتبع أسلوب غذائي صحي. يعني حضرتك كمان مع إنه الأطفال حتى لو هما سلام الحمد لله رب العالمين وكويسين وبصحة وعافية وخير يا رب دايما، ما ندهمش الأطعمة دي من هما صغيرين. أنا لازم أعوده، لأن هو اللي بيتعود عليه هو اللي هيطلع عليه. لو شايف البيت كله حلويات وصواني حلويات هيطلع هو نفسه معتبر إن ده الوضع الطبيعي، لكن لو شاف إن أسرته بتهتم بالفاكهة بتهتم بالسلطة بتهتم بالخضار المطبوخ هيطلع شايف إن ده الوضع الطبيعي. الحاجة التانية إن إحنا أطفالنا ليسوا محميين من السكر، إحنا عارفين إن الأطفال في سن المراهقة اللي عندهم سمنة 20% منهم بيبدأ عندهم سكر بالارتفاع وبيبقوا في مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر أو عندهم سكر، وبالتالي إحنا يجب أن نحمي أطفالنا من البداية. طب هل في أطعمة معينة مثلا بخلاف النشويات الحاجات اللي فيها كربوهيدرات عالية حضرتك تقولي الناس بلاش النوع ده من الخضار أو بلاش الصنف ده من الخضار بلاش الصنف ده من الفاكهة، يعني إذا إحنا عايزين ننشر ثقافة إن إحنا ناكل أكتر فاكهة وناكل أكتر خضار، هل في أصناف معينة أو نوعية معينة حضرتك طبيبة تنصحي بيها إنه بلاش أو نقلل؟ هنقول طبعا هي الفاكهة، هي في فاكهة سكرية تماما زي العنب، زي المانجا، زي البلح، الكاكا والبلح. البلح طبعا فيه مشكلة كبيرة، لأن بعض الناس بتعتقد أن السنة أننا لازم أكل بلح، فبتاكل بلح طول الوقت. كل يوم في ناس بتاكل كل يوم، في ناس بتاكل بلح كل يوم للأسف. للأسف للأسف حضرتك بتشوفي ده للأسف؟ للأسف، لأن أنا بسمع مريضة أسرة عندها سكر عندي جابوا شوال 50 كيلو بلح وخلصوه في رمضان. ف بس ده في رمضان قلت لهم ما تجوش ما تجوش تاني. احنا في رمضان ناكل بلح واحده او ثلاثه فقط،
فقط لغير مش واحدة سبعة او ثلاثة مش سبعة يفضل مادام عدد فردي هنخلينا في واحدة او ثلاثة في غير رمضان اللي عنده يعني اقتناع شديد ان هو بيحب البلح قوي بقول له صبح واحدة بلحية واحدة لكن احنا لا ندخل بشراهة في هذه الأطعمة لأنها فيها البلحة الواحدة فيها حوالي 70 سعر حراري هنقول إن البرتقانة فيها 60 سعر حراري ولكن الفرق إن البلحة دي صغيرة كده يعني ممكن أكل منها 15 واحدة لكن البرتقانة كبيرة أولا أنا لما بأكلها بأكلها بالألياف بتاعتها بتعمل لي إحساس بالشبع ممكن تشبعني يعني لو واحد أكل برتقانتين 120 سعر حراري يعني حوالي نص رغيف عيش ولكن بيحسسوا بالشبع فيهم الياف لان احنا احد النصائح الغذائيه الهامه ان انا اتناول 5 غرفات من الالياف يوميا هذه الغرفات تبقى خضار وفاكهه فلو انا باكل برتقانتين في اليوم معاهم خيارتين معاهم طماطميتين معاهم جزره كده تمام تمام شوية خضار مطبوخ كده أنا وصلت للتوصيات الصحيحة الغذائية بتاعتي في نفس الوقت دايما الفاكهة والخضار بيعملوا إحساس بالامتلاء نتيجة لوجود الألياف وبتقلل كمان من امتصاص السكر الموجود فيهم يعني البرتقانة عقبال ما بهضمها بكون استخدمت كمية السكر الموجودة فيها وبالتالي لا تتسبب في زيادة الوزن فإحنا نرجع تاني الفاكهة اللي إحنا نحاول نقلل منها العنب البلح التين المانجا الكاكا نقلل ولا نمنع؟ نقلل على قد ما نقدر يعني في بعض الناس ما عندهمش استعداد للتنازل عن المانجا إطلاقا إطلاقا طبعا. إطلاقا فبنقول لهم والله مانجا صغيرة كل يوم او لو كبيرة شوية بناخد نصها بنقسمها مع حد وهكذا يعني احنا مش عايزين نحرم يعني ولكن مش بتحسسي مريض السكر بالحرمان مش بالحرمان لكن الكمية عنب بقول له خد 12 عنباية بالعدد صغيرين او كبار مش مهم 12 عنباية فنحاول نقلل على قد ما نقدر واحنا عندنا في مصر الجوافة مثلا عظيمة بالنسبة لمريض السكر بالنسبة لمريض السكر وبالنسبة اللي عايز يعمل ريجيم او اللي عايز يقلل وزنه جوافة عظيمة الشمام الكبير بتاعنا ده عظيم اللي هو البلدي المصري البلدي الكبير طويلة الشمامة الطويلة دي عظيمة يعني احنا ياريت حتى ان يبقى في توعية بان احنا عايزين الحاجات دي تكتر يعني عايزين الجوافه تبقى موجوده عايزين الشمام لان الشمام ده بيظهر مثلا لمده اسبوعين ثلاثه في السنه ويختفي فاحنا عايزينه يرجع زي زمان لان ده كميه سعرات الحراريه فيه قليله جدا طيب انا في سؤال يا دكتور كان جاي لحضرتك وهو هل بتختلف نسبه الاصابه بالسكر ما بين الستات والراجل يعني الراجل والست مختلفين في نسب الاصابه بالسكر هي مختلفين بس اختلافات بسيطه جدا ولكن هنقول يعني الخبر الغير سعيد بالنسبة للسيدات ان وفيات السكر في السيدات اكتر اكتر من الرجال احنا عايزين نقول ان طبعا بنتمنى لكل اللي عندهم سكر صحة سعيدة يا رب. ولكن هناك عالميا ما يقرب من 5 مليون وفاة في العالم نتيجة لمرض السكر هنلاقي ان 65% من هذه الوفيات بتحدث نتيجة لأمراض القلب والجهاز الدوري والمخ والسكتات الدماغية يبقى ده أغلب أسباب الوفاة وبالتالي نعرف ان احنا لازم الوقاية من مشاكل القلب في اللي عنده سكر بدرجة كبيرة هذه الوقاية بتأتي ان انا أظبط سكري كويس قوي أظبط ضغطي كويس قوي اذا كان في دهون او كوليسترول نقللهم ناخد الادويه اللي هي بتعمل وقايه زي الاسبرين والحاجات دي كلها يا دكتور يقول لك انا بعيش بامراض مصاحبه او امراض مع مرض السكر وانا لازم امشي مع الاثنين واحيانا ممكن حاجه تيجي على حاجه يعني او بعض ادويه الحاجات تيجي على مثلا على ادويه اخرى وهكذا فالناس هيقول لك طب انا امتى حضرتك تحسي انه في جرس انذار مع الامراض المصاحبه للسكر هو احنا اول حاجه احنا عندنا الوقايه من السكر 3 أنواع في primary, secondary and tertiary اللي هي الوقاية الأولية والوقاية الثانية والوقاية
الثالثة. الوقاية الأولية إن أنا أحاول أمنع الإصابة بالسكر في المجتمع كله عن طريق التوعية وعن طريق طرق التغذية والمدرسة والأسرة والإعلام. طبعا الإعلام ليه دور هايل وعظيم، وإحنا لا ننكر إن إحنا في خلال 10-15 سنة الأخيرة الإعلام بيساهم بدرجة كبيرة جدا في نشر التوعية، كل أنواع الإعلام. الوقاية اللي هي secondary prevention اللي هي الوقاية الثانية، اللي هي إن أنا بمسك الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسكر وإحنا اتكلمنا عليهم، وحاول منع إصابتهم بالسكر، وإحنا قلنا هذا الكلام. الوقاية الثالثة بقى tertiary prevention اللي هي أولا الاكتشاف المبكر من المضاعفات، يعني زي الكشف اللي بيحصل دلوقتي أو الكشف الدوري. لا أنا بتكلم كمان عن المضاعفات، لا الكشف ده للوقاية الثانية، الوقاية الأولى. تمام. طبعا ده مجهود عظيم للدولة وإحنا شاكرين جدا لهذا المجهود وعندنا استعداد نساعدهم بكل الطرق كجمعية. الوقاية الثالثة دي أولا أحاول أمنع المضاعفات وأكتشف اكتشافها مبكر، ولما أكتشفها أحاول أبطأ من حدوثها. فمضاعفات سكر كتير لا يترك جهاز في الجسم إلا وله تأثير عليه، وإحنا قلنا على الجهاز الدوري، على الجهاز الدوري الأمراض ضغط الدم، أمراض جي الشرايين التاجية، أمراض الشرايين المخية والدماغية، على الرجلين القدم السكري، على العينين اعتلال الشبكية، على الكلى اعتلال الكليتين السكري وحدوث فشل كلوي، على التهابات الأعصاب، التهابات الأعصاب الطرفية. يبقى ما عنديش جهاز محمي من الإصابة بمضاعفات السكر. كيف بقى نتجنبها أولا، وكيف نكتشفها مبكرا، وكيف أمنع تدرج الإصابة بحيث أن أنا واحد مثلا يبقى عنده اعتلال كليتين سكري لسه بادية وبتكتشف بتحليل بسيط جدا اللي هو تحليل زلال في البول، وبعدين إزاي أحاول أأجل هذه المشكلة في أدوية معينة أن أنا أضبط سكره وأضبط ضغطه وأقدر أمشي بيه سنوات قبل ما يحدث أي تدهور في وظائف الكلى، أو قد لا يحدث تدهور في وظائف الكلى على الإطلاق. يبقى ده اللي هو الوقاية الثالثة أو التيرشري بريفنشن، ودي حاجة مهمة جدا ولازم نقوم بيها. في برضو سؤال كان جاي لحضرتك بالنسبة للإصابة بالسكر العارض أو اللي بيقولوا عليه سكر عصبي، يعني بيظهر في مع الإنسان والإنسان بيبتدي يدخل بقى على أدوية أي مكان يعني حسب تحديد الدكتور، إن فجأة السكر ده بيختفي، ده إيه بقى؟ ده ممكن يحصل في حالات. احنا عارفين اولا ان السكر ليه علاقة بالحالة النفسية. احنا عارفين ان اضطرابات الحالة النفسية على شكل مثلا حدوث الاكتئاب او الحزن الشديد سواء كان بسبب او بغير سبب قد يؤدي الى ظهور السكر، وعارفين ان مرضى الاكتئاب والتوتر النفسي اكثر عرضة للاصابة بالسكر بمقدار الضعف، وايضا السكر يؤدي الى حدوث اكتئاب أو مشاكل نفسية بمقدار الضعف برضه. فإذا كان حد جاله خبر سيء أو دخل في حالة حزن أو في حالة اكتئاب قد يظهر عنده السكر، ولكن بنقول إن هذا الشخص أصلا كان هيجيله سكر. أصلا كان هيجيله سكر. كان هيجيله سكر. كويس. وظهر. وحصل إن حصل تحسن في هذه الحالة فابتدى السكر يروح، ولكن هو يبقى مريض بالسكر. يعني احنا لازم يتم التعامل معاه كشخص خلاص مريض بالسكر. ليه؟ لان السكر ممكن يبتدي كل كام يوم يعلى وينزل تاني، كام شهر يعلى وينزل تاني، مش مظبوط او مش احنا عرفنا خلاص ان هو هيجيله سكر فبنعتبره مريض سكر محتمل ونتعامل معاه لهذا الاساس. تمام. السبب الاخر ومهم جدا اللي هو الناس اللي عندها سمنه. السمنه هتظهر السكر. 80% من مرضى السكر من النوع الثاني سمان. فإذا كان واحد عنده سمنة جاله سكر ونزلنا الوزن ممكن سكره يختفي، ولكن يفضل أيضا يختفي برضو ده كمان ممكن يختفي. يعني مثلا واحد وزنه 150 كيلو ونجحنا ان احنا نخفض له وزنه بقى 100 كيلو السكر ممكن يختفي تماما، ولكن يبقى عرضة لظهور السكر في أي وقت. عشان كده هنا في الحالات دي بيكمل أدوية ولا بيكمل متابعة؟
لا غالبا بنسحب الادويه، بنسحب الاول الادويه القويه اللي احنا بنديها، وبعدين ممكن بعد كده بنوصل لعقار بسيط جدا اللي هو الاسم العلمي بتاعه الميتفورمين. الميتفورمين ده ممكن بيمشي بيه فتره لغايه ما نتاكد انه في سكر خالص. طبعا كل ما نزل الوزن بدرجه كبيره كل ما بعدنا عن السكر، لكن في بعض الاحيان واحد مثلا يبقى وزنه 150 كيلو يخس يبقى 140، هو سكره هيختفي، ولكن هيبقى ان هو ممكن كل يوم سكره يعلى شويه، وجبه تقيله يعلى شويه وهكذا. طب فبستمر على الميتفورمين. انا هستاذن حضرتك بس احنا كده تقريبا خلصنا كل الاسئله اللي كانت جات لحضرتك، فهناخد بس مدام عايده على التليفون عشان وقتنا. مدام عايده صباح الخير. اتفضلي. ايه حضرتك؟ الحمد لله تمام الحمد لله. بس اسال الدكتوره كده يعني بالنسبه لاعراض السكر، يعني ازاي البني ادم يعني يكتشف ان عنده حاجه زي كده؟ انت محتاجه تتفرجي عليها من الاول. عايده حاضر. نعم؟ حاضر حاضر بشكرك جدا. كنتي محتاجه تتفرجي علينا من بدري شويه عن كده، لان بس ممكن برضو يا دكتور بشكل سريع كده، احنا لان احنا قدامنا دقيقتين بكل اسف، نقول تاني ايه الاعراض اللي نخلي بالنا منها. الاعراض هي بسيطه جدا وقد لا تظهر، فلازم ناخد بالنا منها، اللي هي كثره شرب الماء، كثره دخول الحمام للتبول، نقوم بالليل ندخل الحمام للتبول، ممكن الإحساس بدوخة أو زغللة في العينين، وممكن الإحساس بالإجهاد، وأيضا ظهور التهابات في الجسم، ممكن تكون التهابات جلدية دمامل أو خراريج تظهر، أو التهابات في جهاز البول. فهي الأعراض بسيطة جدا، ولكن زي ما قلنا الشخص الأكثر عرضة للإصابة بالسكر يبتدي يدور أول حاجة اللي عنده عوامل وراثية، الأب أو الأم، الخال أو الخالة، العم أو العمة. لا موجودين طبعا، برضو موجودين من الناحيتين، من الناحيتين. الجد هنا والجده هنا، لكن الوالد والوالدة ما ظهرهمش، يبقى برضو أنا عندي حتى لو الجد أو الجد. طبعا طبعا، لكن كل ما كان قرايب الدرجة الأولى كل ما كان طبعا أكثر عرضة للإصابة، الاحتمالية يعني وبعدين أقل. طب بشكل عام يا دكتور نصيحة حضرتك إيه؟ نصيحتي الشعب المصري الرياضة، الحركة، الحركة في أي مكان. يعني أولا هو ما فيش سن نقدر نقول إن ده ما ينفعش يمارس الرياضة. لو عندنا 80 سنة ننزل ونلبس ونتحرك ونلف لفة حوالين البيت ونرجع، فما فيش سن أبدا نقول عليه لا إحنا كبرنا إحنا لسه هنمارس الرياضة. اللي يقدر يمارس رياضة في مركز شباب أو في نادي أو في جيم أو في المدرسة بتاعته أو عنده جهاز رياضي في البيت يمارس، اللي ما يقدرش يبقى هو المشي، يشوف منطقة، يشوف جنينة، يشوف رصيف، أي مكان، أي مكان ويقدر يمشي. والله يا دكتور هم لو تخلوا عن ركوب التوك توك بس حتى هو عامل أزمة، ده أعتقد ده والله إن نمنع التوك توك الناس تتحرك. تتحرك على طول. أنا بشكر حضرتك جدا، نورتينا الدكتورة إنا الشلتوت أستاذ أمراض السكر والغدد الصماء بطب القصر العيني ورئيس الجمعية العربية لأمراض السكر. بشكر حضرتك ونورتينا. أنا اللي بشكر حضرتك. كل مشاهدينا في الصباح بشكركم جدا على حسن المتابعة، نتمنى يا رب إن احنا نكون موفقين ونحوز على رضا حضراتكم. بكرة إن شاء الله يتجدد لقائنا وحلقة جديدة من هذا الصباح. تحياتي لكم أسماء مصطفى، أشوفكم على خير.